السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر على قناه النادي الاهلي، قناه اعظم نادي في الكون مهما كانت الاخفاقات احيانا، ولكن دائما الانتصارات هي السمه السائده للنادي الاهلي. اهلا بيك يا فارس. اهلا بيك يا اسامه، واهلا بكل مشاهدي الاهلي خط احمر وجمهور النادي الاهلي اينما كانوا، وان شاء الله حلقه فيها كلام هيكون مهم جدا. بالتاكيد طبعا، يعني كلنا تابعنا مباراه الاهلي والهلال السوداني، وما زال التاريخ يقف حجر عثر امام النادي الاهلي اجيال وراء اجيال، والفوز على الهلال في السودان لم يتحقق. يعني فوارق تاريخيه كبيره جدا على المستوى الفني، على مستوى الانجازات، على مستوى البطولات، على مستوى الشعبيه، ولكن دائما وابدا بيبقى في بعض الفرق كده بتكون ليها ظروف خاصه في التعامل وطبيعه التعامل، لدرجه ان انت خلال 6 مباريات لعبتهم في ام درمان لم تسجل الا هدف محمد مجدي قفشه في المباراه اللي انتهت بالتعادل 1-1. قدمنا يعني اداء ممتع جدا في كاس العالم للانديه، يعني تحدثت عنه الصحف والمواقع الاجنبيه. يمكن النتائج كان عندنا طموحات نحقق اكتر من كده، كان الفريق يستحق ان هو على الاقل يخرج بميداليه برونزيه من هذه المباراه، ولكن تجاوزنا هذه المرحله وكان الموضوع بيعاد مره اخرى سيناريو السنه الماضيه، ولكن هذه المره يعني تعرضنا لخساره 1-0 من هدف يعني كان فيه عدم توفيق وخطا واضح من كابتن محمد الشناوي اللي تصدى بعد ذلك لركله جزاء. وهنا نقطه لازم اقولها في المباراه دي قبل ما ندخل في الجوانب الفنيه. على مدار تاريخ النادي الاهلي في البطولات الافريقيه بيواجهنا مباريات شبيهه بهذه المباراه، من حيث بقى وقت المباراه، من حيث ارضيه الملعب، من حيث درجات الحراره الرطوبه، ايا كانت العوامل، من حيث كمان قوه الفريق اللي بيقابلنا في الالتحامات تحديدا وايضا السرعات، فبتبقى محتاج ان انت تركب الجيم بلغه الكوره من بدري. سيناريو بيتكرر مع النادي الاهلي في يعني سوء توفيق ممكن او عدم توفيق ممكن، وفي جزء اخر بيعتمد على ان انت تكون مركز اكتر، يكون عندك حرص اكتر، تكون شحيح جدا وانت بتطلع الكره من رجلك عشان تتاكد ان الكره نسبه تحقيقها هدف هي اكبر نسبه ممكنه. النهارده زي مباريات قبل كده سابقه بتيجي اول ربع ساعه انت ضاغط متحكم متمكن من الكره، بيجي لك هدف شبه مؤكد. انا هنا مش بتكلم عن لاعب، لان حسين الشحات قدم مستوى متميز جدا في مونديال الانديه، وحسين الشحات متميز جدا جدا الفتره الاخيره، ولا بتكلم عن محمد شريف ولا عن اي لاعب، انا بتكلم فقط لا غير عن سيناريو بيتكرر، بيتغير اللاعب ولكن السيناريو لا يتكرر. كره شبيهه بركله جزاء تقريبا تعامل معها بشكل واضح جدا حسين الشحات وشكل كويس، وقفها واستعد، ولكن هنا بقى اللي انا دايما بقوله، اين الاون تارجت؟ فين اللاعب اون تارجت؟ ليه دايما فلسفتنا دايما كلاعبي النادي الاهلي اننا نحاول نتقن الكره افضل اتقان فنلعبها في اقصى يعني جنبات المرمى فتطلع الكره اوت؟ ليه ما بستخدمش قوه في منطقه الجزاء خاصه وانا بكون مواجه للمرمى؟ ليه دايما ما بحاولش ان انا اختبر حارس مرمى المنافسين؟ لان ده مهم جدا، ولما نستعرض الارقام هنشوف ان احنا 0 اون تارجت من 4 محاولات على المرمى، وده رقم سلبي جدا خلال 90 دقيقه، فدي كانت نقطه ممكن تخليك تركب الجيم مبكرا. السيناريو بقى بيعود عليك ازاي عشان تبقى شايف ان السيناريو بيتكرر بنفس يعني معطياته ونفس نتائجه في نهايه المباراه؟ ان انت بتلاقي خطا من لاعب كبير يعني بيقع فيه، فتلاقي ان انت اصبحت متاخر في النتيجه، فبتبدا تدخل المنافس معاك الجيم، وده بالنسبه لي من السيناريوهات المستفزه جدا للاعبي كره القدم، ان انت مباراه المفترض تكون انت الابر هاند فيها اصبحت انت تحت ضغط المنافس، وهذا ما حدث اليوم وامام ايضا يعني فلامينجو في مباراه الثالث والرابع، بعد ما كنت تقدر تقلب النتيجه 3-1 و4-1 بقت النتيجه 4-2 لصالح فلامينجو. النهارده هدف بيسجله فريق الهلال بيفتح علينا الجيم بشكل كبير جدا، ولولا ان كابتن محمد شناوي تدارك او عوض خطا الهدف في التصدي لركله جزاء صحيحه بالمناسبه كان ممكن النتيجه تكون اكبر من 2، وهي دي كانت نقطه تحول اخرى اوقفت او عملت تجميد للمباراه عند 1-0. وبالتالي السيناريو ده احنا محتاجين نعالجه ايا كان السكواد الموجود، ايا كان قائمه الفريق الموجود، ايا كان ال11 اللي على ارض الملعب موجودين،
وده بالتأكيد دور مارسيل كولر. بالتأكيد عندنا بعض النواقص الفنية، ده خلاص أمر مفروغ منه. بالتأكيد اتكلمنا عن قصة المهاجم، ولكن احنا أمامنا حتى نهاية الموسم عدد كبير جدا مباريات تتخطى ال30 مباراة، مش هينفع مع كل مباراة هنقول ان احنا محتاجين مهاجم. بالعكس، النهاردة كولر أو بالأمس كولر دعم جدا خط الأمامي وخط الهجوم تحديدا، وقال ان احنا أقوى هجوم في الدوري المحلي، احنا قدمنا أفضل نسخة معدل تهديفي في مونديال الأندية. كل مهاجم يقدر في اي وقت يسجل اهداف، واي مهاجم معرض ان هو يعني يخطئ في فرص او يهدر فرص محققه، فمش عايزين نضغط على النقطه دي، خلينا نضغط على ان امامنا سيناريو لابد من استغلاله. ده فارس بيتكرر معانا بشكل واضح، بتلاقي المباراه في ايديك، وده اللي بيزعلك ان انت الاخفاقات الاخيره الثلاث مباريات امام ريال مدريد، امام فلامينجو، مستوى المنافس مختلف طبعا. بالظبط، يعني انت المستوى مختلف، ولكن في النهايه انت كنت في اوقات ند جدا لريال مدريد، ند جدا لفلامينجو، وابر هاند عليه وتقدر تخلص المباراه، وبيرتد بخطا، بتلاقي نفسك السيناريو اختلف تماما زي النهارده. عشان كده لو زعلك قدام ريال مدريد وفلامينجو شويه يزعلك النهارده اكتر طبعا. اكيد. مش هروح بعيد عن كلام اسامه، ولكن هنتكلم في اطار نفس وجهه النظر ونفس الكلام ونفس المخاوف. انا مش عايز نقع في فخ حاجه من الاثنين، لا الافراط ولا التفريط. يعني ايه لا الافراط ولا التفريط؟ يعني الإفراط إن إحنا نتعامل بحالة من المبالغة في رد الفعل على النتيجة، في حالة مع إن كأن إحنا لسه ما عندناش عدد من المباريات، كأن النادي الأهلي بعيد فنيا، كأن النادي الأهلي ما عندوش حاجة، كأن النادي الأهلي مش مرشح. لا، ده هيكون إفراط. لازم نقول إن إحنا في وقت من الأوقات حتى مع بيتسو موسيماني شفنا مباراة زي سيمبا التنزاني، خسرنا 1-0 هناك قدام الهلال، هناك ما قدرتش تكسب، كان لك تقريبا محاولة واحدة اون تارجت طول المباراة. زي ما بقول لكم مباراة سيمبا، احنا فاكرين الجيم كنا سيئين فيه ازاي قبل كده وما قدرناش نكسب. مع فايلر مباراة النجم الساحلي برضو في دور المجموعات، وان اختلف المنافس وطبعا النجم الساحلي كان اقوى، ولكن في اخفاق. المقصود ايه هنا؟ المقصود ان احيانا بتحط في ظروف فنية بتبقى مع بعض الفرق ممكن تخلي نتيجتك سلبية. كمان خلينا نقول ان كرة القدم فيها ده، فيها بعض المباريات اللي تكون صعبه بغض النظر عن مستوى المنافس. هتقول لي ازاي؟ هقول لك مونشنجلادباخ الالماني، هل حد يقدر يقول ان هو يقدر يقارن ببايرن ميونخ على مستوى البطولات وعلى مستوى القوه وعلى مستوى السكواد؟ اكيد لا. مونشنجلادباخ انا عايز اقول لكم ان هو عقده للفريق الالماني، اللي النهارده في الدوري ايضا حقق نتيجه سلبيه جديده قصاد مونشنجلادباخ بعد 20 مباراه بايرن ميونخ ما حققش اي خساره فيهم في الدوري البوندسليجا. النهارده خسر من مونشنجلادباخ، وحديث كل الاعلام الالماني ازاي بايرن ميونخ لمره جديده يخفق مع مونشنجلادباخ اللي تحول لعقده. المقصود ان طبيعي ان احنا نخفق قدام الهلال؟ لا خالص، مش ده معنى كلامي، ولو انت فهمت ده من كلامي مش ده اللي انا عايز اقوله. انا عايز اقول ان في بعض المباريات في كره القدم خليك متوقع ان ده وارد ممكن يحصل فيها، خليك متوقع ان بجيلك الذهبي رحت لعبت في السودان وخسرت بثلاثيه، وان كان وقتها الهلال كان اقوى، بس كمان انت فريقك اكيد كان سكواد تاريخي وسكواد ذهبي وسكواد مرعب وخسرت بثلاثيه هناك. المقصود ان ده وارد، بس المهم اللي جاي بعدين، المهم اللي جاي بعدين ده بقى هي النقطه الثانيه او الجانب الثاني من الكلمه، لا الافراط ولا التفريط. التفريط اللي هو ايه؟ ان انا اشوف كان مفيش حاجه، ان انا اشوف ان عادي انا خسرت المباراه هناك في الهلال واتعامل برضو مع سان داونز بنفس الطريقه، او ان احنا نتعامل ان مفيش اي نقاط سلبيه كده انا عملت العكس. لا، احنا عايزين نكون متزنين في تقييم مشهد قدامنا كلنا. اكيد في بعض الامور اللي احنا عارفين سكوادنا واصل ليها ايجابيه، وفي بعض الامور السلبيه. انا بشوف ان مارسيل كولر مدرب قبل بلاء حسنا في اغلب الاختبارات اللي اتحط فيها، وبشوف انه بيتمتع بمرونه تكتيكيه، زي ان هو مباراه زي بيراميدز كان عنده استراتيجيه واضحه فيها مختلفه، ان هو مش طول الوقت هو الهولدنج للكوره، لا كان عنده فكره مختلفه. مباراه زي اوكلاند او سياتل اللي هم اساسا كانوا اقل من ريال مدريد فنيا، كان بيلعب على مبدا معين وواضح في حتى التحفظ وحتى في تشكيلته وحتى في طريقه اللعب. قدام ريال مدريد وفلامينجو كان عنده افكار اخرى. اللي انا عايز اقوله ان بغض النظر بقى عن ايه كان صح قدام سياتل وايه كان غلط قدام ريال مدريد، مش دي قصتي خالص. القصه اللي انا عايز اوصلها ان الراجل عنده مرونه تكتيكيه، محتاجين نشوف المرونه التكتيكيه دي مع الفرق في افريقيا. انا عايز اقول ان انا واثق ان كولر النهارده في بعض الامور يا جماعه مهما اتكلمنا عليها بالورقه والقلم، اي حد في حياتنا مش هيدرك قيمه الاختبار غير لما يتحط فيه.
مهما كلمتك عن حاجه مش هتدرك صعوبتها الا لما تحط فيها. يعني ايه؟ يعني كولر بدا دوري ابطال افريقيا بالاتحاد المنستيري يا اسامه، ظروف مختلفه، الاجواء كانت مختلفه، الملعب مختلف، طريقه اللعب مختلفه، الفريق اللي عنده رغبه معينه انه يبادرك الهجوم مختلف في الاتحاد المنستيري. المقصود ان قدام الهلال يا جماعه الوضع مختلف. كولر ربما لو نظر الى القيمه التسويقيه والفوارق الفنيه يحس ان الوضع اسهل بكتير. الراجل ما لعبش في السودان قبل كده، فانا واثق ان في امور لا تبدو ليك حقيقتها الا على ارض الملعب. شفت ازاي المباراه صعبه على ارض الملعب، عملت حاجه في البدايه كان في فوارق. انا بقول لك في بدايه المباراه، وشوف حتى نسق الشوالي في التعليق، في بدايه المباراه كان في احساس لاي حد بيتفرج ان اكيد انت فارق. مع المباراه بدات العوامل اللي تدخل نادي الهلال في المباراه. كل ده كولر هيكتشفه امتى؟ كل ده كولر هيعرفه امتى؟ مهما قعدت اتكلمت معاه ومهما اديته دروس نظريه مش هيدركه تمام الادراك الا جوه الملعب. جوه الملعب يدرك صعوبه المباراه. ربما المفيد في المباراه دي ان هي تدي انطباعات لكولر مختلفه تماما فيما بعد. كولر مدرب جيد؟ اه مدرب جيد. كولر عنده افكار فنيه كبيره؟ كولر عنده افكار فنيه كبيره. ارتقى بعديد من الفرق اللي دربها وحقق معاها انجازات مقارنه حتى بظروف سيئه ليها، عمل ده. بس لسه في حاجه يا جماعه اسمها النو هاو. النو هاو بتاع افريقيا لسه مش عند كولر، وده طبيعي بحكم ان الراجل لسه بيبدا، بحكم ان الراجل لسه بيستكشف، بحكم ان الراجل بيخلص لمجموعه تجارب يبدا ينعكس عليه بعد كده في المباراه الجايه. ده اللي انا مستنيه اسامه، ومستني ان احنا نطلع من المباراه دي مش بس بسلبيات، لا نطلع بحاجات نبدأ لمباراه سان داونز اللي هتكون اكيد فنيا اصعب بكتير جدا. هي اكيد هتكون يعني لا تقبل قسم على اثنين، وده يعني رفاهيه الفرص دي هتبقى امر صعب جدا او اهدار الفرص. ولكن كولر اعتقد يعني ممكن البعض يشوفه غير واقعي ان هو يبدا يلعب مباراه مفتوحه امام ريال مدريد، ولكن كان قادر ان هو يقدر بشويه توفيق صحيح. او انهاء بعض الهجمات ان هو فعلا يحطك بالمستوى ده وبالجيم ده امام ريال مدريد في واقعيه شديده، كان ممكن ولكن لم يحدث. امام الهلال السوداني، فتخيل انت فريق بيلعب امام ريال مدريد، مع كامل احترامنا طبعا لاشقاء الهلال السوداني او اي فريق عربي، وبيلعب بالشخصيه دي. وده يفكرنا برضو برينيه فايلر اول لما جاء كان بيلعب ب 10 لاعبين اول مباراه النجم الساحلي لما خسرها في بطوله افريقيا خارجيا، وكان هو الابر هاند، هو اللي كان مستحوذ على المباراه، ولولا خطا واضح واحد في المباراه يعني خسرت المباراه دي بهدف لا شيء. لكن كان عنده بعض المباريات ايضا في بطوله افريقيا وفي الجانب بقى لما تدخل على وسط افريقيا وجنوب افريقيا بتبقى بعض المباريات صعبه جدا وتعامل معها مختلف. فعشان كده زي ما فارس بيقول، هو لسه الراجل اول مره يتعامل في الاجواء دي، واعتقد ده هيكون درس واضح ليه، عشان انت عندك مباريات تانية صعوبة اشد بكتير من المريخ من الهلال السوداني هيكون مع سان داونز في جنوب افريقيا. عندك مباراة صعبة بالفعل على ارضك هنا وعلى ملعبك، وفي خبر يعني سعيد لجماهير النادي الاهلي ان هيحضر 10,000 مشجع على ملعب السلام يوم 25 ان شاء الله باذن الله. 10,000 يعني يكون لهم مفعول السحر على لاعبي النادي الاهلي ويقدروا يحققوا الفوز. ده زي ما حضراتكم شايفين ده خبر خلاص، موافقه وصلت للنادي الاهلي 10,000 مشجع لمباراه الاهلي وصن داونز اللي هي تكون يوم 25 ان شاء الله فبراير. بالتاكيد لا بص، دايما وابدا دور جماهير النادي الاهلي هو العنصر المؤثر. وعشان بنتكلم عن دور جماهير النادي الاهلي، مش عاوزين نكرر اخطاء الماضي، مش عاوزين ناس تبدا تشوف غضب جماهير النادي الاهلي وتعليقاتها اللي نبع عن حبها للنادي الاهلي وتبدا تلاقيها بتوجه الجماهير لقصه الغضب. عشنا مع ريني فايلر يعني لحظات بعد ما الراجل كان مكتسح بشكل كبير جدا وهو بيمشي، قال اللي عايز يلعب اداء كويس وكره كويسه وفوز على طول يروح يشجع بلاي ستيشن او يلعب بلاي ستيشن. ده كان بسبب ضغوط بعض المؤتمرات الصحفيه. عشنا مع بيتسو موسيماني ضغوط كتير جدا 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 على بيتسو موسيماني برغم تحقيقه الانجازات بفكره ان فين الهويه بتاعه النادي الاهلي والاداء الممتع. القصه يا جماعه قلناها انها معياريه، في النهايه انت بتلعب كره القدم من اجل تحقيق الانجاز، من اجل تحقيق البطوله. مش عاوزين حد يبدأ يلعب تاني على فكرة كولر اللي أثبت أنه مدير فني جدير أنه يقود النادي الأهلي، ولكن قصة الصبر ده شيء لابد منه إن شاء الله. النقطة التانية اللي احنا دايما بنتكلم فيها في المدير الفني يا جماعة، مفيش مدير فني ما عندوش أخطاء. لو أنت متخيل أن أنت هتجيب مدير فني ما عندوش أخطاء في بعض المباريات، يبقى أنت مش هتقدر توصل لمدير فني. أي مدير فني، أي مدير فني هتلاقيه عنده أخطاء. بيب جوارديولا يعني مشروع السيتي كله كان على بطولة دوري أبطال أوروبا، في النهائي ما قدرش يكون موفق أمام توخيل.
وفقد اللقب، بيب جوارديولا امام ريال مدريد، توخيل نفسه بقى امام ريال مدريد، وهكذا. ودول مدربين وصلوا لمرحله ان انا افضل مدير فني في العالم. كلوب بيعاني مع ليفربول بشكل واضح جدا في مباريات كتيره جدا. فالقصه كلها باختصار ان مفيش مدير فني بدون اخطاء، لا انت لازم تبقى فاهم ان احنا وقت الاخطاء من وجهه نظرنا ايضا، لان الامور الفنيه برضو امور معياريه، فممكن من وجهه نظرنا شايفين ان التغيير ده ما كانش مناسب، ان تاخر التغيير ده فيه مشكله، ان انت تلعب بالتشكيل ده ممكن يكون في مشكله، ده بالتاكيد هنفضل في الكلام ده كتير، وده طبيعه الكوره، لكن نبدا بقى نقول اصل المدير الفني ده لا يصلح للنادي الاهلي، هي دي الخطوره وهي دي اللي هتوصل لك من بعض الناس اللي بيركبوا موجة غضب جماهير النادي الأهلي عشان فارس يبدأوا يعملوا توجه ضد نجاحات النادي الأهلي. وأعتقد ما ينفعش بعد اللي حصل في مع ريني فايلر ومع بيتسو موسيماني نكرروا معاهم مدير فني على الإطلاق. استغلال طاقة الغضب اللي أحيانا هتكون مشروعة في أمور غير مشروعة بالظبط. وإحنا هنا إحنا إيه اللي إحنا بنقوله بقالنا كام دقيقة ده؟ نقد، بنبص، بنقيم بشكل موضوعي، لا عندنا مآرب أخرى ولا لنا مصالح أخرى ولا لنا غير إن إحنا نشوف الفريق كويس، ولازم وإنت بتتفرج علينا تدرك إن إحنا أكتر ناس حريصين على ده. بس نقطة كمان يا أسامة، إنت اتكلمت في مدير فني عالمي وده منطق دايما بنردده، ومفيش حاجة اسمها مدير فني ما عندوش أخطاء، ولكن كمان المقارنات الداخلية يا جماعة، بيتسو موسيماني راجل رائع جدا وكولر عنده حاجات كويسة جدا، استمرار طول الوقت استدعاء بعض الاجتزاء في اللقطات، يعني مثلا ايه نيجي نقول ربما اصل فايلر كسب او سجل هدف وتعادل مع الهلال في مباراه، اصل بيتسو موسيماني عمل كذا، ما هو بيتسو يا جماعه كان عنده اخفاق قبل كده، وبيتسو عنده لقطات مضيئه ضد الوداد بارقام كبيره، وبيتسو عنده مباريات ضد سان داونز ممكن كولر يبقى افضل منها فيها كتير جدا، فهتلاقي طول الوقت ده. فلما بتستدعي المقارنه بتبقى على سبيل ان ده وارد، مش على سبيل انك هتفضل طول الوقت في دايره اصل ده عمل وده ما عملش. طب ما هو بيتسو موسيماني كان في الدوري في جمع النقاط عنده حاجه، كولر في الدوري عنده حاجه، وعلى فكره معطيات ده وظروف ده غير ده، يعني هي كده كره القدم يا جماعه. فطول الوقت البعض شفتهم كانوا ضد موسيماني وبيشككوا في موسيماني وبالاشخاص، وطول الوقت عارف مثلا ما اختلفش مع موسيماني في فتره اخيره كان في تحفظات على امور، لا ده هو طول الخط كان ضد موسيماني. شفت ناس منهم يا اسامه النهارده بتستشهد موسيماني في التعامل مع المباريات، ما هي دي بقى المشكله، صعب قوي. احنا هنا احنا خد بالك احنا هنا جينا اتكلمنا تقريبا في حلقه كامله كان الانترو بتاعها عن فكره كره القدم انجازات صحيح. ولا متعه كرويه صحيح. وقلنا يا جماعه ده له منطقه، والله قلنا ده له منطقه وده له منطقه، ولكن كره القدم هي في النهايه انجازات. ممكن تبقى عندك رفاهيه ان انت تبدا تدور على الاداء الممتع، وممكن الاداء الممتع في وقت من الاوقات هو اللي هيكون وسيله ان انت تحقق الانجازات. فالقصه دي قصه مش يعني نسبيه جدا جدا. فنخرج بره المقارنات مش بس على مستوى المدربين الفنيين فارس، برضو على مستوى اللاعبين. انت دايما عشنا في فتره حارس مرمى عندك كبير يبدا يتقارن، راس حرب عندك كان كبير وعامل تاريخ يبدا يتقارن، صانع لاعبك لا، قارن بالموجود، شوف معيار الموجود. لو عايزين بالفعل يعني، وانا واثق من ده تماما، ان احنا عايزين كلنا النادي الاهلي يكون رقم واحد، لازم نبقى عارفين ان في حقائق لا يمكن تغفلها الارقام ولا الانجازات. انت بالفعل بتمتلك افضل سكواد محلي وافضل سكواد افريقي، ومحتاج تطور فيه. ما انا لسه اقول عندك بعض السلبيات، ده طبيعي بالظبط، عندك بعض النواقص ده طبيعي. هل هنقف عند السلبيات دي؟ لا، احنا محتاجين، وقلنا كل فرد في المنظومه عليه ان هو يقوم بدوره، ان انت تطور، تفضل دايما في تطوير مستمر عشان تفضل دايما موجود على القمه، لان وجودك على القمه هو اصعب بكتير. انت ما بتاخدش بطوله بالصدفه طبعا، ولا بتاخد بطوله في حقبه زمنيه وتنتهي، لا انت مطالب طول الوقت طول الوقت تحقق البطوله. فطول الوقت انت مطالب بالتطوير والتطوير والتطوير، وتجيب الافضل ثم الافضل ثم الافضل. لكن طبيعه كره القدم بالتاكيد يعني السكواد ممكن يكون فيه بعض، محتاجين نكمل السكواد، محتاجين طبيعه المحترفين يكون فيها اقوى، يعني محتاجين ده بالتاكيد. لكن تيجي تقارن بقى بالاقران، تيجي تقارن بباقي لا، هتلاقي محليا وافريقيا ايضا عندهم سلبيات ربما تفوق سلبياتك في السكواد اللي انت بتقدمه. ربما يكون عندهم مديرين فنيين اقل بكثير من المدير الفني الموجود عندك، وربما بيتمتعوا بحصانه اعلاميه رياضيه غير موجوده عند المدير الفني النادي الاهلي. فمش عاوزين احنا كمان نروح لسكه اننا في حاله ان المدير ده لا مدير عنده اخطاء، كل مدير فني عنده اخطاء، لعيبه عندها اخطاء، لعيبه عندها اخطاء، حتى ادارات عندها اخطاء، ادارات عندها اخطاء، بس احنا كلنا بنعمل ايه من اجل تصويب هذه الاخطاء عشان يبقى دائما النادي الاهلي رقم واحد، ويبقى دائما زي ما مر التاريخ
ويكون الحاضر والمستقبل ان شاء الله النادي الاهلي على قمه هرم كره القدم الافريقيه، وده ان شاء الله اللي هيكون موجود باذن الله. عندنا فارس مؤتمر لكولر، بتضحك على ايه؟ كلمه حصانه تدريبيه، ده شفت اللي بدا يتعامل مع كولر وقارنت بمدرب كان مشي والناس قالت عليه كذا كذا، ولما رجع رجع عبقري تاني. يعني ده مش هيتوفر لك لا النهارده ولا بكره ولا في اي وقت. مدرب غزل المحله اللي راح البنك الاهلي؟ لا، مدرب اللي راح ورجع. انا عايز اقول لك حاجه بجد والله يا اسامه، اللي احنا بنتكلم فيه بيكون ده طارق العشري مثلا اللي راح ساب سموحه وراح فاركو؟ لا، هو اكبر شويه. طيب. يعني بجد ده مهم جدا يا اسامه اللي احنا بنقوله ده، والله اهم من نتيجه مباراه، لان المباراه نتيجتها مش مكمله معانا. ليه؟ هتلعب جوله ثانيه النتائج هتبدا تختلف. ايه اللي مكمل معانا؟ الفكره اللي احنا قلنا لكم، الناس بصوا الاهداف ايه. مش معنى كده ان ما ننقدش، وعمرنا هنا ما بنقول كده، بس بننقد في اطار. احنا هنا قلنا لكم اكيد كل الامور، كل حد محتاج يرفع كفاءته، كل حد محتاج يعمل افضل حاجه اداريا وفنيا، واحنا اعلاميا لا نستثني احد، كل واحد عليه دور، ولكن في نفس الوقت في اطار ما يخليش حد يبدا ياخدنا لحته اصعب. ايه رايك نطلع فاصل وبعد الفاصل نبقى نستعرض مؤتمر كولر؟ طالما عايز تطلع فاصل اكيد هنطلع فاصل ونشوفكم، عشان عندنا كلام هيكون مهم جدا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وباقي فقرات الاهلي خط احمر، وكنا بنتحدث قبل الفاصل عن مباراه الاهلي والهلال السوداني. بالتاكيد عندنا مباراه مهمه جدا امام اسوان، الفريق هيتحرك النهارده مباشره للمبيت في اسوان، هنعسكر 48 ساعه قبل المباراه، ضغط مباريات يعني بطولات مختلفه، لازم نبقى حاطين ده في الاعتبار، وده طبيعه الفريق البطل، تلعب دوري، دوري ابطال افريقيا، كاس عالم الانديه، تعود على دوري ابطال افريقيا ثم ترجع على دوري محلي، وعلى طول بعد مباراه اسوان ربنا يكتب لنا فيها التوفيق والفوز ان شاء الله، يكون عندك مباراه هامه هامه جدا. باكد تاني دور جماهير النادي الاهلي دور محوري ومهم، وفي سماح ب 10,000 مشجع ان شاء الله. أنا على ثقة تامة إن ال 10,000 مشجع يكونوا متواجدين يؤازروا فريق النادي الأهلي للفوز بالمباراة، مباراة صن داونز، لأن دي مباراة عنق زجاجة مهم جدا، لأن فريق صن داونز حقق 6 نقاط، والست نقاط بيخلوه عنده أريحية شوية في المجموعة، ودايما الفرق الكبيرة لما بتجي لها فرصة يا فارس إنها تقصي فريق كبير بيبدأوا يشتغلوا على النقطة دي. يعني هتكون دوافع صن داونز مختلفة بشكل كبير جدا، مش بس ان هو يضمن الصعود فقط لا غير، لا كمان يكون حاطط في حساباته ان الاهلي منافس قوي جدا، الاهلي متمرس على الفوز بالبطولة. كان في تصريح يعني لنبيل معلول لما كان بيدرب الترجي في 2011، وقال لما تجيلي فرصة اقصي النادي الاهلي من دور المجموعات لابد ان انا يعني اقصيه، لان النادي الاهلي في النهائيات صعب جدا تقدر تتغلب عليه، ورقم صعب جدا في المباريات النهائية. طيب من النقطة دي في حاجة مهمة جدا، فكرة يا جماعة ان احنا طلعنا تاني مجموعة اخر 3 سنين ووصلنا نهائي، انا ما بحبش تكرارها. ومن نفس المنطلق اللي اسامة كان بيتكلم فيه دلوقتي، ان النادي الاهلي ينظر ليه ان هو كبير القارة، وهو حقا كبير القارة، يعني مش بينظر ليه كده بس. فالظروف ربما توديني ان انا ابقى تاني المجموعه واضطر بعد كده لازم اقدم افضل حاجه عندي واوصل نهائي، انما التعامل واحنا لسه في الجوله الاولى بمنطق اصل احنا خسرنا، ما احنا المره اللي فاتت ما طلعناش اول مجموعه بقالنا 3 سنوات وبنوصل نهائي، دي بدايه مشكله. وانا بقول اهو العقليه دي بدايه مشكله، ولا تنفع تبقى عند جمهور النادي الاهلي ولا اي عنصر من اطراف منظومه النادي الاهلي. فاحنا مطالبين زي ما اسامه كان بيقول من مباراه صن داونز كبرياء البطل، كبرياء البطل يا اسامه محتاجين نشوفه، انما التعامل مع اصل احنا كنا بنطلع تاني مجموعه لا 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 طبعا لا تليق بالنادي الاهلي، وتكرارها النهارده بعد الخساره من الهلال وشفتها مكتوبه كتير جدا انا مش حاببها خالص. بص يا فارس، احنا اتفقنا في كاس العالم للانديه برغم ان انت طلعت بدون ميداليه، ولكن اكتسبت هويه فريق. بالظبط، هويه فريق قادر ان هو يعني يجاري ريال مدريد ونجوم ريال مدريد، هوية فريق قادر ان هو كان يحصد ميدالية برونزية على حساب فلامينجو، فالتوفيق ما كانش حليفك، واخطاء برضه فنية داخل ارض الملعب افقدتك الميدالية البرونزية على الاقل، ولكن طلعنا بشخصية لاعبين، شفنا لاعبينا وهم عندهم الثقة ان هم يوصلوا لمنطقة جزاء ريال مدريد ويسددوا 15 تسديدة منهم 12 تسديدة من داخل منطقة جزاء ريال مدريد. لما تقارن ده بمباراة الاهلي وبايرن هتلاقي نفس اللاعبين، ولكن الشخصية اختلفت، الهوية اختلفت. انا مش عايز افقد هذه الهوية، انا عايز أأكد على هذه الهوية مع المعالجة بقى للهوية دي افريقيا من خلال مارسيل كولر.
يبقى فاهم كويس قوي ان افريقيا مختلفه، ظروف هتقابلك غير الامور الفنيه على ارض الملعب، في معسكرات، في سفريات، في ملاعب، فلازم يكون هو عارف النقطه دي عشان تبقى هويه النادي الاهلي اللي استمدناها بشكل قوي جدا عبر التاريخ. ده شيء يعني مفروغ منه، ولكن عبر مونديال الانديه تحديدا ان انت صدقت كلاعبين ان انت قادر ان انت تفوز على ريال مدريد، وكان قريب جدا 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 فكره ان انت تعمل كامباك على ريال مدريد، وكان هيبقى شيء عظيم جدا، وايضا امام فلامينجو. خلينا نروح لتصريحات مارسيل كولر ما بعد المباراه، حاجه حصريه كده لقناه النادي الاهلي عشان هيكون عندنا تعقيب مهم. نسمع تصريحات مارسيل كولر بعد مباراه الاهلي والهلال السوداني ثم نعود. مباراه بدون جمهور، ورغم كده كان في جماهير، وكانت جماهير عنيفه جدا، مش عارف ازاي ده تم السماح بيه. Und ja, das andere ist halt das Spiel, das ist dann geht zum Zeitschinden und وللأسف برضه كان في عمليات تطبيع الوقت. Und anscheinend ist das normal, dass das glaube ich fast alle machen. Ich verstehe es nicht, aber مش قادر افهم ده، مش قادر افهم ان ازاي الناس ان الشيدريختر dann halt vielleicht auch Einfluss nehmen müsste und عمليات تضيع الوقت بالشكل ده، ده شيء und schneller als ich dann irgendwie 94. dann eine Karte geben, dass sondern früher schon nehmen sie, dass das auf هو ما اداش اي كروت صفراء على تضيع الوقت غير في الدقيقة 94، رغم ان طول من بعد ما هم تقدموا الهلال هو نفس القصص بنفس تضيع الوقت. Aber das ist glaube ich nicht nur hier ein Problem, das ist glaube ich مباراه بدون جمهور، ورغم كده كان في جماهير، وكانت جماهير عنيفه جدا، مش عارف ازاي ده تم السماح بيه. Und ja, das andere ist halt das Spiel, das ist dann geht zum Zeitschinden und وللاسف برضه كان في عمليات تضييع الوقت. Und anscheinend ist das normal, dass das glaube ich fast alle machen. Ich verstehe es nicht. انا مش قادر افهم ده، مش قادر افهم ان ازاي الناس dann halt vielleicht auch Einfluss nehmen müsste und عمليات تضييع الوقت بالشكل ده، ده شيء und schneller als ich dann irgendwie 94. dann eine Karte geben, dass sondern früher schon nehmen sie, dass das auf هو ما اداش اي كروت صفراء على تضييع الوقت غير في الدقيقة 94، رغم ان طول من بعد ما هم تقدموا الهلال هو نفس القصص بنفس تضييع الوقت. Aber das ist glaube ich nicht nur hier ein Problem, das ist glaube ich überall ein Problem. واضح انها مش مشكله هنا بس، لكن هتبقى مشكله في حته ثانيه كمان. شكرا. نفتح باب الاسئله. حاضر. ناخذ اسئله. Danke. شكرا. شكرا. تفضل يا ناهي، معلش. انا بسال من وين لعيبه الهلال لفت نظرك انت كمدرب الهلال؟ Welche von Hilal hat dich dann überzeugt als Spieler von ihm? Ja, ich habe eigentlich mehr auf meine Spiele geachtet und nicht auf die von Al Hilal. انا كنت مركز مع فرقتي اكتر، فما ما ركزتش مع فرقه المنافس. استاذ خالد. السلام عليكم. Ich verfolge die ägyptische Liga ganz gut, die ägyptische Meisterschaft. Es gibt dann immer überall. Es ist dann immer dann Kompliments dann für Al-Ahli überall in der Meisterschaft. Al-Ahli wird immer dann belohnt dann von den Schiris dann überall in der Meisterschaft. Das dann ist nicht dann mit dem Spiel nicht zu tun. Ja, also, ja, das stimmt doch. Das stimmt. Von wo hat er das? Das stimmt doch gar nicht. Es ist eine Unverschämtheit, was jetzt gesagt wurde. Glaubst du nicht, dass deine Aufgabe ist so einfach dann bei Ahli, weil alle unterstützen dich überall, dann bei den Admins, bei den Verwaltungen, bei auch dann die Schiris, ja, also bei den KF, bei den KF, bei den Schiris, bei ja, nein, das sind aber Kleinigkeiten. Das sind dass alle dich unterstützen dann und deshalb dann. Also dass sie Ahli unterstützen und Kompliments machen dann für Ahli, ja. Und deshalb ist dein Beruf hier dann einfach. Okay. Ich würde dann ja, das nicht beantworten.
Next question. السؤال الثاني. أنا برفض الإجابة على السؤال ده مستفز جدا. أستاذ معاوية سؤال أخير ده أخوانا. آخر سؤال آخر سؤال. ممكن نسمع حضرتك نسمع حضرتك ايوه خدت بالي من نص الجزء من الاولاني ماشي تمام ضياع زمن بين الفريقين في شراء تمام انا فهمت السؤال خلاص 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 هو ده السؤال شكرا warum haben Sie dann, sprechen Sie nur dann über Zeitverschwendung dann bei Al-Hilal und sprechen Nein, nicht über die von... Nein, ich spreche das über allgemein. Über das geht Spieler allgemein. Das geht all... Dass die Al-Hilal in der ersten Halbzeit dann auch Zeitverschwendung gemacht hat, dann bei jede, bei dem Tormann, bei jeder Nein, der Tormann, hat, der Tormann hat doch gewartet, bis unsere Spieler vorne sind. Darum فيش عندنا اي تضييع وقت الاهلي عمره ما يلعب بالطريقه دي يعني الحارس بتاعنا كان بيستنى ان احنا نخرج عشان نقدر نلعب الطويله لكن ما عندناش بس في فرق كبير بين تضييع الوقت وفي بارتن وفي دان ديمنشبريك ان الاهلي شخصيته ما بتسمحش ان هو يضيع الوقت قدام اي حد شكرا شكرا طيب مبدئيا يعني في نقاط اكيد في حديث مارسيل كولر يعني اهمها ان هو اتكلم عن اهدار الوقت وضياع الوقت وان الحكم لم يتدخل على الاطلاق وده كان واضح وكنا لامسينه ولكن لازم نقول ان احنا اللي سمحنا بده احنا اللي سمحنا بده انت لو سجلت في بدايه المباراه استغليت الفرص انت ما عندكش رفاهيه في المباراه دي ان انت تهدر الفرص المحققه وبالتالي كان على فريق الهلال ان هو عارف كويس قوي شخصيه النادي الاهلي قوه النادي الاهلي يمكن في لقطه ابو 20 بيلعب تسلل خد تقريبا فيها دقيقه لوحده دقيقه بيجيب الكره وبيرجع بيتمشى ويثبت الكره وبيرجع تاني 10 خطوات للخلف هو بالتاكيد كان المفترض يكون في تدخل من حكم المباراه الموريتاني عبد الرحمن وار والحقيقه كان ركله الجزاء انا بشوفها ركله جزاء سليمه لكن كان في بعض الفاولات اللي بتحتسب على النادي الاهلي بتكتف النادي الاهلي بشكل كبير جدا لدرجه ان انا مش قادر اقول ان دي التحامات يعني في كره مع شريف ومدافع فريق الهلال السوداني تقريبا شريف عدى بس بهوا كده من جنب مدافع فريق الهلال على طول سقط اتحسب فاول فطلب كمان العلاج الطبيعي والطبيب الفريق وقصه كبيره جدا ولكن احنا لما تحدثنا عن الهزيمه ما رحناش خالص للتحكيم ما اتكلمناش خالص عن التحكيم لكن ده جزء ايضا من اللي المفترض مارسيل كولر هيعرفه وهو حسنا فعل الجمله اللي قالها واضح ان احنا هنلاقي الكلام ده في مباريات كتير ومع فرق كتير ودي نقطه ايجابيه خلاص كولر عرف دلوقتي ان انت امام الفرق الافريقيه امام الفرق في المباريات اللي خارج ملعبك امام حتى الفرق المحليه انت كنادي اهلي هتلعب امام فرق بتهدر او بتضيع الوقت ومش هتلعب بوقت ال 90 دقيقه وتبقى عندها نفس اللي عند شخصيه النادي الاهلي واستغربت جدا من السؤال اللي اتوجه لمارسيل كولر ان الشناوي كان بيضيع وقت في الشوط الاول ولكن مارسيل كولر رد قال دي مش شخصيه النادي الاهلي ولا طبيعه النادي الاهلي الشناوي لما بيبدا يلعب ضربه المرمى او اي بعض الكرات بيبقى منتظر يحصل الانتشار عشان نبدا نلعب الكره والحقيقه انا مستغرب جدا ازاي ممكن فريق يشوف النادي الاهلي بيضيع وقت ده احنا في كتير جدا وكتير من الاوقات لما بتكون المباراه صعبه بنحاول اننا نهدي الفريق ده احنا قدام ريال مدريد لم نكن بنضيع وقت قدام فلامينجو ما كناش بنضيع وقت وهي فرق لها تاريخ يعني وفرق كواليتي مختلف وقيمه تسويقيه مختلفه لكن سؤال برضو او نقطه لازم نتكلم عنها لان الحقيقه في مشكله عندنا في الوطن العربي في قصه المؤتمرات الصحفيه اللي بتخرج عن سياق المباراه يعني عجبني جدا مارسيل كولر لما اتسال سؤال خارج سياق المباراه لما اتسال سؤال عن يعني ما يحدث مع النادي الاهلي وشفنا الكلام اللي كان داير قبل المباراه قال ايه نكست بوضوح شديد جدا نكست انا مش هرد على السؤال ده وانا برفض السؤال ده وده بالنسبه لي مهم جدا خاصه ان هو يعني رد بمنتهى الهدوء برغم ان كان واضح جدا على الجانب الاخر في حاله من حاله اختلاط مشاعر المشجع بالاعلامي او بالصحفي وده اللي كولر رفضه على الاطلاق رفض اي كلمه تقلل من شان النادي الاهلي من تاريخ النادي الاهلي من بطولات النادي الاهلي من قيمه ما حققه النادي الاهلي عبر تاريخه فدي بس ايه لمسه عتاب كده للاخوه اللي بيكونوا موجودين في المؤتمرات الصحفيه رجاء رجاء بقالنا 20 سنه مش احنا كبرنامج كل الاعلاميين اللي بتطلع على الشاشات بيوصلوا الرساله دي ولا مستجيب يا جماعه اسالوا الاسئله في صميم المباراه
سمعتها قبل ما احنا نطلع عشان عملنا فقره اصلا يعني احنا عملنا فقره حتى هنا ده بيكون موجود عندنا للامانه عشان نكون متسقين مع ذاتنا يعني. ولكن فعلا قصه المشجع حاجه وقصه المؤتمر الصحفي والبريس كونفرنس في العالم كله حاجه ثانيه. مهم جدا على فكره. انا والله يا اسامه وانا بسمع انا كنت مبسوط بالمؤتمر. تخيل مش بالمؤتمر بقى نفسه، مبسوط بالاجواء اللي كولر عاشها. لان لما انت تطلع بنتائج واضحه وصريحه للتحكيم ونوعيه الارض ونوعيه الاجواء وكل الامور دي وتضييع الوقت واضح ان انا هروح لده بعد كده. دي كولر الماما افريكا، هي دي افريقيا، هو ده اللي انت هتلعب فيه في اللي جاي. وان انت تستكشف في الوقت ده، وده هينعكس على استراتيجيه المدير الفني بنسبه 100%، واكيد هيكون ليه تاثيراته في حسابات كولر في كل حاجه. وعشان كده بقول يا جماعه، اي حد اي بطل بتصنعه التجربه، اي حد بيحقق انجاز بتصنعه التجربه، مش ان هو والا تصنعه الصدفه. والنادي الاهلي كل المدربين اللي عملوا معاه تاريخ ما صنعتهمش الصدفه، صنعتهم التجربه اللي كملوا معاه. وكولر عنده المؤهلات انه يكمل ويقدر يعمل تاريخ. ولكن انا دايما بقول يا فارس، انا دايما بقول ده من خلال انا دايما بقول ايه، اي معركه خاسره لازم تطلع منها بالايجابيات طبعا. فالنهارده حتى لو انت تعرضت لهزيمه، وده بالتاكيد يعني بلغه الكوره هزيمه، خسرت الثلاث نقاط، خسرت التارجت بتاعك من المباراه، فالايجابيات ايه؟ هي ان انت تتعلم من هذا الدرس. ده حقيقي. على جانب اخر كان عندنا فلوران ابنجي، واحد من المديرين الفنيين على فكره المميزين جدا والمديرين الفنيين يا جماعه اللي عندهم اللي كنا لسه بنقوله من شويه، فكره شخصيه افريقيا، فكره افريقيا عامله ازاي. ربما لما تيجي تحط السي في بتاعه جنب كولر، هو مش افضل من كولر ولا عنده الخبرات بتاعه كولر، وحتى لو درب منتخب افريقي، كولر درب منتخب النمسا وصل بقى العاشر على العالم، ولكن كل حاجه لها معطياتها. فالراجل ده اللي ليه تجارب ناجحه جدا مع نهضه بركان وفيتا كلوب، وكان طور من الفريق فيتا كلوب ووصله ان هو الحته متقدمه جدا مقارنه ان كان في كمان مازيمبي عامل فوارق عن فيتا كلوب. لا، سنوات فيتا كلوب مع فلوران ايبنجي مختلفه، درب منتخب الكونغو وحقق نتائج ايجابيه جدا جدا جدا. الراجل ده يا جماعه كان عنده افضليه النهارده، مش افضليه علم التاكتكس اللي في دماغه خالص، افضليه ان هو عارف من اين تؤكل الكتف في افريقيا. عشان كده عايزين نقول لكم ان المباراه دي احنا واثقين ان هيكون لها اجابات كتيره جدا. بس نطلع نسمع فلوران ايبنجي قال ايه، وشاف النادي الاهلي ازاي، وشاف الامور ازاي، ونرجع نعقب عشان نعرفكم امور كتيره جدا. avec cette équipe cette belle équipe d'Ali mais on a su l'adapter on a su l'aborder comme il fallait en jouant notre jeu en n'ayant pas peur. Donc on n'a pas reculé, donc on a fait face jusqu'à ce qu'on ait marqué le but. Malheureusement, on a continué à jouer, malheureusement, on a raté le pénalty, et à partir du moment où on a raté le pénalty, on a trop reculé, et on a laissé cette équipe d'Al Ahly reprendre vie, et ça a été difficile jusqu'à la fin, mais on a tenu, tactiquement on était bon, techniquement il faut améliorer encore les passes, mais sinon et mentalement on était présent, on était costaud. Donc on prend les trois points, mais tout n'est pas parfait et on va continuer à travailler. كما تعرف الجميع المباراة كانت صعبة أمام خصم قوي على الصعيد الإفريقي، الصعيد الإفريقي. رغم ذلك احنا بجميع المشاكل اللي كانوا قبل المباراة حاولنا نتجاوزهم وحافظنا على ايقاع اللاعب ديالنا، يعني كيما شفتوا من الاول حافظنا على ما غيرنا من الناس اللي اتخذنا، سجلنا الهدف الاول. المشكل اللي صار بعد تضيع ضربة جزاء، اللاعبة مباشرة ركنوا للدفاع. من ناحية التكتيكية كنا اوكي، في من ناحية الفنية كانوا بعض الاخطاء في التمريرات غنشتغلوا عليهم مستقبلا. حاليا الفوز لا يعني باننا قطعنا مرحلة مهمة للتأهيل، ولكن عندنا عمل آخر غنوجدوه المباريات القادمة. Hier, dans la conférence de presse, vous avez parlé de l'Hilal. Est-ce que vous avez trouvé l'Ahli comme vous avez parlé hier ou un truc différent? Non, comme on avait parlé. Hier, je vous avais dit que je ne pense pas qu'ils allaient changer. Donc, ça reste une bonne équipe et nous, on les a joués comme il fallait. On n'a pas eu peur d'eux, on a joué notre jeu, ce qui était différent de ma mélodie où on n'a pas joué notre jeu. Donc félicitations aux joueurs aujourd'hui. كما قلت لكم الامس، الاهلي ما غير اي حاجه، حافظ على نفس النهج اللي كان فيه في السابق في كاس العالم. احنا كذلك حافظنا على النهج ديالنا، ما كناش خايفين منه.
كنا معاهم ند للند. العكس اللي كان في مباراة سان داونز، لأن مباراة سان داونز ما كناش ما لعبناش اللعب اللي المفروض نلعبوه. لهذا الأساس مبروك على اللاعبين على الفوز كيديهم. Est-ce qu'il y a une classification pour les tireurs de penalty? Est-ce que tu n'as pas peur le moment que Lippo il a perdu, il a raté le penalty, il va avoir un cours au niveau mental? Non, ce sont des joueurs de football. Tous les joueurs, même les grands joueurs, ont déjà raté les penalty. Ça, c'est un exercice qu'il aime bien et il le travaille. Donc, bon, aujourd'hui, il a raté, mais en général, il les marque. Mais il y a une hiérarchie à chaque fois, à chaque match, on désigne le premier tireur, le deuxième et le troisième, à chaque fois. Aujourd'hui, c'était Lilepo, Momo et David. بالنسبة لليبو هو هذا التمرين تسويه كل مباراة أو وراء كل مباراة كانت دائما تسجل واليوم ضيع، ولكن أنا ما ننساوش بأن أكبر اللاعبين سبق لهم ضيعوا ضربة جزاء. ليه كلام فلوران إيبينجي هنا مهم؟ لأن الراجل يا جماعة اشتغل على كل تفصيلة لها علاقة بالحاجات اللي هي عنده أفضل من فنيا، يعني هو عارف قال انا عارف ان النادي الاهلي ده اللي راجع من كاس العالم للانديه لاعب ريال مدريد والنادي اللي وصل النهائي هو النادي الاهلي، فالراجل اشتغل على التفاصيل اللي عنده افضليه فيها مش الامور الفنيه بس، وده اللي عشان كده بقول لكم ما بيجيش غير مع الوقت. واخيرا عايز اقول حاجه يا جماعه، اي حاجه بتحصل واي كلام بيتقال وهتلاقي الناس عايزه تصرح والناس عايزه تقول، لازم تعرف ان ده قدرك، قدر البطل. تخيل ريال مدريد جاي يلعب مع اي فريق هنا افريقي، كان هيبقى حوافزه ايه، دوافعه ايه، ردود افعاله على اي نتيجه ايه. انت مش كانك ريال مدريد، انت فعلا ريال مدريد القاره، وانت فعلا تاني نادي على مستوى العالم تحقيقا للبطولات القاريه بعد ريال مدريد. هو ده قدرك، الناس بتبص لك كده. عشان كده لما تلاقي اي ردود افعال او اي كلام عن النادي الاهلي اوعى تزعل، اعرف ان النادي الاهلي كبير وكبير قوي، وعشان كده الفوز عليه او التعادل معاه بيكون ردود الافعال عليه مش هي الاعتياديه بالنسبه لك ومش هي المنطقيه بالنسبه لك، واللي مش بتخضع لامور وحسابات طبيعيه ولا كلام طبيعي. في اللحظات اللي زي دي الناس بتتجاهل كل حاجه، تتجاهل التاريخ والفوارق والارقام، وتتجاهل كل حاجه وتركز في نشوه الانتصار على فريق هو فعلا الانتصار عليه في قاره افريقيا هو حلم. نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. والاهلي خط احمر بعد المونديال، بعد دوري الابطال الافريقي، بتعود للمسابقه المحليه. خلال 48 ساعه هتكون معسكر في اسوان، هتلاعب فريق قوي جدا بيقدم موسم متميز جدا على ملعبه ووسط جماهيره. طبعا يعني مباراه بعد غياب عن البطولات المحليه او البطوله المحليه، يمكن كنا متفائلين وتفاؤلنا واللي قدمناه شهر يناير تحديدا في مسابقه الدوري المحلي خلتنا نرجع بظروف مختلفه عن السنوات الماضيه. انت كنت بتروح كاس العالم للانديه وترجع وانت متاخر في جدول ترتيب الدوري وعندك مباريات مؤجله، مهما كان عدد المباريات المؤجله هيمنحك عدد نقاط يخليك تتصدر، لا انت عارف ان انت مع ضغط المباريات بيحصل اخفاق، وده اللي حصل اخر موسمين ناهيك عن بعض التدخلات والقرارات التحكيميه اللي بالتاكيد هنتكلم عنها دلوقتي في فار روم اللي احنا مش عايزينها تستمر معانا. لكن الايجابي جدا في العوده للدوري المحلي ان انت برغم غيابك عن البطوله، برغم فرق زادت عنك بعدد 3 مباريات، ما زلت متصدر جدول الدوري برصيد 37 نقطه، ومعاك فيوتشر ومعاك بيراميدز، ولكن ليك 3 مباريات مؤجله تقدر تفرق عن اقرب منافس ليك المركز الثاني بـ9 نقاط في حاله الفوز. لكن مش عايزين نحسب الـ9 نقاط، عايزين نحسب ان احنا حاليا معانا منافسين وهم فيوتشر وهم بيراميدز، والجميل في الامر ان نفس الفرق اللي هي بتنافسك دي متواجده معاك في بطوله افريقيا، عندها نفس الضغوط نفس المباريات، ولكن في بطوله الكونفدراليه. وزي ما قلنا يناير هو اللي هيريحك تماما لمونديال الانديه، وانك ترجع تلعب بمنتهى الايجابيه وانت مش تحاول تلحق بفريق متصدر. لازم نقول ان فبراير ومارس تحديدا وخلال الخمس مواجهات القادمه الافريقيه ومواجهات الدوري العام تقدر ان شاء الله اكلينيكيا تقضي على المنافسه في جدول الدوري، ومن هنا بتاتي اهميه مباراه اسوان. ان شاء الله النادي الاهلي يكون قادر على تحقيق الفوز، وان شاء الله زي ما في معطيات اتغيرت وانت على الصداره
يكون في معطيات بتتغير في التحكيم، لان الحقيقه اللي بنشوفه في غياب النادي الاهلي عن المسابقه مثير للشكوك. الحقيقه بعد ما تم اقاله او استقاله كلاتنبرج، ايا كان الصياغه اللي حصل بيها غياب كلاتنبرج والتصريحات اللي اتكلم فيها كلاتنبرج عن ان في نادي بعينه بيتم مجاملته وعن ان في حكام جيدين ولكنهم خائفين، كل ده بيدينا مؤشر صعب جدا ان يستمر الوضع برئيس لجنه حكام مصري. ليه؟ خاصه اللي احنا شفناه في الفتره اللي غاب فيها خبير تحكيم اجنبي. هتقول لي يعني هو الحل في خبير تحكيم اجنبي وما كانش فيه مشاكل؟ لا، كان فيه مشاكل بس ما كانش فيه توجه، ما كانش فيه الوان، ما كانش فيه نوع من انواع ان الاخطاء في اتجاه واحد لصالح فريق واحد ضد باقي الفرق. وعشان كده ضروري جدا اتحاد كره القدم المصري زي ما كان مصر على ان يكون شايف الحل في خبير تحكيم اجنبي رئيس لجنه حكام، يكون في اصراع في التعاقد مع رئيس لجنه حكام اجنبي. ده مش هيحل المشكله بالكامل ولكن على الاقل هيحل جزء من المشكله. حل المشكله بالكامل يعني يتمكن في فكره ان انت تطلع جيل جديد تماما لا يعرف معنى الاحتواء، لا يعرف معنى روح البروتوكول، لا يعرف معنى وصلنا بالمباراه لبر الامان. كل المصطلحات القديمه في التحكيم المصري لابد من نسفها تماما. ايضا مع كامل احترامي لكل الموجودين داخل لجنه الحكام او التحكيم على مدار السنوات الاخيره، لما تجيب خبير تحكيم اجنبي اتمنى ايضا يكون في اعضاء من لجنه الحكام جدد تماما بعيد عن التربطات والمصالح واحتياجهم لعوده رئيس لجنه حكام هم بيحبوه، لان ده بيضر بمصالح التحكيم المصري. مش عاوز افضل، رغم ان انا قلت هنا من 3 سنوات من نفس المكان ده، اللي يقول لك التحكيم المصري بخير، قول له والله العظيم التحكيم المصري ما بخير، والايام بتثبت ده والايام بتحقق ده. فمش عايز ان انا افضل عندي القناعات دي، انا حريص ان انا اغير القناعات دي واطلع بقناعات فعلا اقول التحكيم المصري بخير. التحكيم المصري بخير قناعات اكيد انت اسامه عايزها، واكيد اي فريق عايزها، واكيد النادي الاهلي نفسه عايزها في بياناته قبل كده لما طلب بتطوير منظومه التحكيم وحتى تحسين اجور الحكام وامور كتيره جدا تتعلق بالتحكيم. بس انا بالنسبه لي اسامه عايزها، الاهلي عايزها، انا عايزها، بس الحكام مش عايزينها. ومنظومه التحكيم المصريه بالنسبه لي واضح ان هي ما عندهاش اي رغبه في ان اللي احنا بنتكلم فيه ده يحصل، لان كل مره بيبقى عندنا يا جماعه مشهد فعلا لازم تقف عنده كتير. وانا اخشى، انا على فكره كان عندي قناعه ان كلاتنبرج مش افضل اسم خبير تحكيم، ولكن وجوده كان مهم جدا من منطلق حاجات على الاقل تحريك امور كنت انا شايفها رحنا بعيد جدا مع كابتن عصام عبد الفتاح ورحنا لحته وحشه قوي. فكان عندي قناعه ان كل الاحوال وفي كل الاحوال هيظل كلاتنبرج اكيد هيبقى فيه امور افضل. هو فين يا اسامه حالات الاسبوع اللي كانت بتعرض؟ عايز مين يقدمها لك؟ فين؟ عايز مين يقدمها لك؟ مش عايز كابتن محمد فاروق حتى يقول يا جماعه احنا محافظين على ده ولا بنكمل ده؟ عايز اسمع ايه اللي دار مع كابتن ابراهيم نور الدين في الفار؟ عايز حاجات كتيره يا اسامه. واضح ان احنا مش بنرجع خطوه، احنا بنرجع خطوات. مين المسؤول يا فارس اصلا؟ مين المسؤول دلوقتي لما تيجي تخاطب؟ عارف انت لما خاطب لجنه التحكيم وخاطب على فكره انا معاك. مين المسؤول في حاجه كمان؟ الاسماء المسؤوله جزء من المشكله، مش جزء مشكله عشان تاريخهم التحكيمي ولا كابتن محمد فاروق لمواقف ليه نقعد نسردها، مش دي القصه. هي دي الاسماء يا اسامه وفقا لتاريخها التحكيمي والسي في بتاعها التحكيمي، مع احترامي لكل الناس، هي دي الاسماء اللي انت تحس ان حتى لو عندك حد مصري لحد ما تشوف قصه اجنبي، هي دي الاسماء اللي انت تثق على التحكيم المصري معاها. ايه الباع بتاعها؟ ايه خبراتها؟ ايه تاريخها التحكيمي؟ حاجات كتيره جدا. مصوغات التعيين يا فارس ومعايير التحكيم، يمكن انا كنت بتكلم بعد ماتش 2018 جهاد جريشه ده جاي بالظبط. انا بعد مباراه نهائي كاس مصر 2018 طلعت بوضوح وقلت يعني كل يعني المباركات للكابتن محمد فاروق، انت قدمت اللي يخليك تصبح رئيس لجنه الحكام. فارس قال جهاد جريشه، انا بقول النهارده في 2023 الكابتن ابراهيم نور الدين قدم كل مصوغات التعيين كرئيس للجنة الحكام مستقبلا إذا استقر اتحاد الكرة على أن يكون هذا هو مستوى التحكيم المصري. فإبراهيم نور الدين قدم مصوغات التعيين. ما بقولكش مش جاي، بس جهاد جريشه قبله. ما عشان الأدمية. أيوة أصل يعني كابتن إبراهيم نور الدين حاطط يعني بلان ليه. صعب جدا. حاطط بلان ليه. هيكمل فترة طويلة. هيكمل، هو قال أصلا فترة طويلة.
بعد كده يطلع يشتغل استوديو تحليلي مع كريم حسن شحاته، بعد كده يبقى رئيس لجنه الحكام. عامل بلان يا جماعه. احنا بنروح لحته وحشه جدا، وبنروح لوضع سيء جدا، وبنروح لفكره كلاتنبرج لا استقال ولا اقيل، كلاتنبرج تم تطفيشه. طفشوه عشان نبقى عارفين، طفشوه. عشان كده انا يا جماعه كان البعض بيشوف ان يمكن انا منحاز لكلاتنبرج شويه، ليس قناعه بان الراجل ده سياتي بما لم ياتي به غيره، بس عشان انا شايف ان القصه رايحه لحاجه وحشه جدا. وفي كل الاحوال هو افضل. لما اختلفنا مع ده اسامه، لما اختلفنا مع ده وانت كنت بتقول عايز خبير التحكيم افضل، قلت لك اتمنى يكون في ضمانات ان يجي خبير التحكيم الافضل، عشان كده دي اللي لازم نمسك فيها دلوقتي، والا هنبقى اكلنا يوم اوكل اكلاتنبرج. لا، قلنا نقطه مهمه جدا يا فارس، قلنا ان فشل اختيار خبير تحكيمي يحسن من حاله التحكيم المصري هو فشل المسؤول. ما تجيش تقول لي فشل تجربه الاجنبي والاجنبي زي المصري، مش هقبل الكلام ده. انا هقبل ان انت اخترت خبير تحكيم اجنبي مش على قدر المسؤوليه، فحاول مره اخرى واختار لنا خبير تحكيم اجنبي على قدر المسؤوليه، لان الامور بالفعل وصلت لمرحله سيئه جدا لدرجه ان احنا بقينا نشوف حكم بيكسر كل القواعد، كل القواعد، وبيطلع يرد والصوت العالي في ليلة مباراة هو مرتكب فيها أخطاء كارثية في وجود تقنية الفيديو، وهو الكابتن إبراهيم نور الدين. هنسمعكم جزء، وأنا آسف يعني لو الجزء ده يعني تخطى الثلاث دقائق، لكن الكابتن إبراهيم نور الدين تخطى وتخطى مع الزميل كريم حسن شحاتة في التجاوز والإساءة وتوجيه اللوم لبعض خبراء التحكيم، وايضا في وضع سياسه للتحكيم المصري من وجهه نظر الكابتن ابراهيم نور الدين، ومين بيفهم ومين ما بيفهمش بنفس نبره الكابتن عصام عبد الفتاح. عشان كده بقول لكم عنده كل مسوغات تعيين رئيس لجنه الحكام. نسمع الكابتن ابراهيم نور الدين عشان عندنا تعقيب مهم مهم جدا. في رد كده عايز ارده، وطبعا بحيي الكابتن جمال الشريف استاذنا الكبير المحترم. هو الراجل اشاد بيك النهارده على فكره. الراجل المحترم الغير مغرض. الراجل المحترم الغير مغرض. اللي بيحلل باحترام واحترافيه. ما عندوش اهواء او ما عندوش طموحات او ما عندوش فكر ان هو ممكن بيفكر ان هو يخبط في حد عشان يوصل لمكان معين. هو طول احنا عاهدناه ان هو راجل محترم على طول على طول الوقت، عشان هو بيقول الحقيقه دايما يعني. والمقصود من التحليل دايما باستمرار ان الحكام الكبار بتعلم الحكام اللي هم المفترض ان هم اصغر منهم سنا، عشان خاطر الاخطاء ديت الحكام كلها تتعلم منها. هو ده المقصود من التحليل. تمام. انا مش هقدر يا كابتن كريم اتكلم في تحليل، لكن انا هرد على بس بعض الكلام اللي انا ما شفتوش، بس سمعت ان في حد طلع قال لو في خطا المفروض يتحسب عشان تحب يحب نفسه مش يحب نفسه. احنا عايزين بس نخلي الناس المحللين يحترمونا عشان نحترمهم. فانت حب نفسك الاول، مش انت كابتن كريم، الناس اللي اتكلمت في الموضوع. ايوه ايوه. حد انتقدك يعني بشكل مش حلو يعني؟ لا لا، انت اطلع انت محلل او انتقدك بشكل شخصي، تطلع تقول فاول بيلين كارت اصفر كارت احمر وبس، تقعد تقول حب نفسك وما تحبش نفسك، من باب اولى ان انت تحب نفسك انت وثقف نفسك، عشان لما تطلع تتكلم تبقى بتعرف بتتكلم ازاي، ان انت بتتكلم قدام ملايين من المفترض ان هم بيثقوا فيك. تمام. فانت لما تقول تحب نفسك وتوجه الكلام، فانا احب نفسك بالاخر، تحب نفسك انت الاول اهم، حب نفسك انت بس. المهم سيبك بقى من الكلام ده كابتن كريم، انا بس عايز ايه اقول لحضرتك حاجه ولفريق الاعداد في بعض الحالات التحكيميه. أيوة. انا هديك مفاتيح عشان ما اقدرش احلل. بس ما تقدرش تحلل احداث يعني احداث الماتش. بص يا كابتن، بص يا كابتن كريم، المفتاح بقى هنا في بعض الالعاب الصعبه بيبقى ايه؟ لما يبقى في اثنين لعيبه بتكلم ان جنرال. ايوه. ايه؟ اثنين لعيبه داخلين على كوره. تمام؟ انت ما تسلطش او ما توجهش نظرك على التلامس اللي حصل، عشان التلامس اللي حصل دوت طبقا للقانون ممكن يبقى فيه حركه اضافيه. بعد ما المدافع او المهاجم يلعب كوره رجله تروح، شيء طبيعي، او يبقى فيها حركه اضافيه، فالقانون حط نص هنا. ايوه. انت المفترض ان انت في زوايا كاميرا، افضل كاميرا بتبين في التلامس في منطقه الجزاء الكاميرا الخلفيه. اللي ورا الجون. اللي ورا الجون سعادتك لما انت تيجي تجيب اي، لا انا بتكلم برضه على كل الالعاب عشان زمايل الحكام الصغيرين يتعلموا. في مهاجم ومدافع داخلين على الكوره، انت فشلت ان انت توجد صوره اللي هي الكلوز القريبه، انت تبدا تفتح الفيجن بتاعك وتبدا تشوف اتجاه الكوره ايه. أيوة. اتجاه الكوره دي هي اللي بتبين مين اللي لعب الكوره. لعيب
بيلعب الكوره خارج بقى خارج منطقه الجزاء ولعيب داخل لجوه، لو دخلت لجوه يبقى مين اللي لمسها؟ الراجل اللي اتجاه لجوه، لو خرج لبره يبقى الراجل اللي كان خارج لبره. ده سهل جدا. الناس عندهم خبرات تحكيميه وعندهم شفافيه وما بتصيدوش الاخطاء، وعايزين يوجدوا لنفسهم مكانه بدون داعي هم ما يستحقوهاش. كميه اخطاء كارثيه كارثيه في الفيديو ده. مبدئيا نبره الصوت واختيار الالفاظ والمصطلحات وطريقه الحديث عن خبراء اللعبه، ده رقم واحد. صعبه جدا 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 جدا، ما كنتش اتمنى ان انا اسمعها من حد مسؤول في منظومه كره القدم المصريه. يعني كفايانا كفايانا ان يكون هو ده النموذج اللي احنا بنقدمه للشباب. يعني شفنا على مستوى مسؤولين كبار ومسؤولين كثار، دلوقتي بنتكلم كمان على مستوى الحكام. فده طبعا رقم واحد، يعني ما اقدرش اعدي النبره اللي اتكلم بيها الكابتن ابراهيم نور الدين. النقطه الثانيه وده الاهم، الكابتن ابراهيم نور الدين عمل حاجه من اثنين، يعني احتمال من اثنين، انا هنا ما عنديش معلومه مؤكده لكن هو احتمال من اثنين. اما هو قصر بقواعد لجنه التحكيم المصري في صوره واضحه ورساله واضحه للجنه التحكيم، انا لا احترم قراراتكم ولا اخاف احد منكم، وبالتالي وقت ما احب اتكلم في الاعلام انا هطلع اتكلم في الاعلام، ودي كارثه. اما الكارثه الاكبر ان يكون ابراهيم نور الدين خرج بعد موافقه لجنه الحكام اللي شافت اخطاء كارثيه لابراهيم نور الدين في مباراه الزمالك وسموحه، منها عدم احتسابه ركله جزاء واضحه في اول دقيقه، وبالتالي وضعت ابراهيم نور الدين في الفخ الايقاف لانه خرق التعليمات والقواعد وصرح في الفضائيات. اذا انت امام حالتين لا ثالث له، يا ابراهيم نور الدين ما بيحترمش لجنه الحكام، يا لجنه الحكام حاطه فخ لابراهيم نور الدين، والاثنين كارثيين. احلاهما مر، احلاهما مر، وبالتالي كان لازم من وقفه للكابتن ابراهيم نور الدين. تعال بقى للكابتن ابراهيم نور الدين، ما ارتكبه بقى غير نبره الصوت والاتهامات والحديث عن الكابتن سمير عثمان بوضوح. هو ما قالش حب نفسك، ولكن الكابتن سمير عثمان قال حب نفسك لحكمين، قالهم لجهاد جريشه ومحمد معروف. ولما قال للكابتن ابراهيم نور الدين قال له خليك اناني، يعني حاول يغير التلاته لو هم بمعنى واحد. فزي ما اللي قالهم شخص واحد، في برضه عامل مشترك واحد في التلات مباريات اللي كانوا الحكام دول موجودين فيها. ولكن الكابتن سمير عثمان قال دي ركله جزاء. تعال بقى لتفسير كمان الكابتن ابراهيم نور الدين لتحليل خطأ، بس أنا بتكلم في العام مش بتكلم عن حالة واحدة، أنا بتكلم لو في لاعب لمس الكرة في اتجاه والكرة راحت في اتجاه آخر، حسام حسن عشان يلمس الكرة دي مش هيدخل داخل منطقة الجزاء، هيخرج خارج منطقة الجزاء. طب لو حسام حسن لمس الكرة ثم ارتطمت الكرة برجل مدافع نادي الزمالك ومدافع الزمالك عمل حركة تانية أو ما قدرش يوصل للكرة والكرة هي اللي كانت في ممر أو في طريق اصطدامه برجل حسام حسن، تتحسب ايه؟ زعلان من الكابتن سمير عثمان واشدت بالكابتن جمال الشريف. خلينا من اشادته بكابتن جمال الشريف وخلينا من زعله بالكابتن سمير عثمان، هل حصل فخ مع ابراهيم نور الدين ولجنه الحكام ما عندهاش الصلاحيه او القدره الكافيه انها تعاقب حكم اخطا في مباراه لنادي الزمالك ونادي سموحه، ولا ابراهيم نور الدين لا يحترم لجنه الحكام وخرق كل القواعد وصرح في الفضائيات بمثل هذه النبرة اللي حضراتكم سمعتوها؟ دي مش تصريحات حكم، يعني يمكن واحنا بنتفرج كنت بتكلم انا واسامة فاحنا قلنا دي خناقة، خناقة في الشارع، خناقة في الشارع والله. والأهم سيبك من قصة النبرة، بس انا عايز اتكلم في حاجة كمان مختلفة. فيما يقرب من 207 اتحاد للعبة كرة القدم تابعين للاتحاد الدولي، اتحدى واحنا هنا بنتحدى حد يجيب لنا اي اتحاد تابع ليه حكم اخطا في مباراه طالع بعدها بيعمل اللي اتعمل ده في الفيديو. اللي عنده يجيب لنا يقول لنا يا جماعه ده في دوله كذا او في مكان كذا او في اتحاد كره القدم الكذا في حكم بعد ما اخطا نوعيه الاخطاء دي طلع يكلم الناس بالاسلوب ده ويكلم حد في سكاي سبورتس ولا في اي مكان. يا جماعه بلاش سكاي سبورتس، خلينا في اي مكان. يعني انت رايح بلاش معلش حالم، خلونا في أي مكان إن في حكم طلع عمل كده. يا جماعة الموضوع خطير جدا، مش عشان بس طريقة الكلام، عشان ده يوريك جوه الأمور عاملة إيه، يوريك جوه في لجنة التحكيم دلوقتي القصة سداح مداح.
القصة سايبة، اللي عايز يعمل حاجة يعملها، حكم بيطلع يقول وعضو لجنة بيباصي كلام ومش عارف مين بيسرب ومين بيعمل ومين. يا جماعة هو ده اللي بنعكس في الملعب، هو ده اللي بتشوف نتاجه قرارات. القصة أبعد يا جماعة، القرارات اللي في الملعب دي 1 على 10 من اللي بيدور حواليها. اللي بيدور حواليها تشوفه في كلام إبراهيم نور الدين، في الأسلوب اللي فيه انتقاص. حد بيقولك حب نفسك، إيه اللي يزعلك من نصيحة إلا لو أنت ما بتحبش نفسك أو بتحب حاجة أكتر من نفسك أو في سبب يخليك تحبها أكتر من نفسك، ودي اللي تكون مشكلة كبيرة جدا. لأن يا جماعة نصيحة عادية جدا، ونصيحة اتقالت في سياق تحكيمي، وكمان في مشكلة في التعاطي الإعلامي مع الموضوع. أنا ليه ما شفتش الناس طلعت قالت إن ده ما ينفعش يحصل؟ ليه إحنا هنا بس اللي بنقول في قناة النادي الأهلي، والتزاما بكتير جدا من الضوابط إحنا اللي بنقول لكم خدوا بالكم منها لأن ده اللي المفروض يحصل. إحنا رحنا من حالة أمين عمر اللي بس بعد الإهانة والإساءة وكل ما تعرض ليه بس كانت كارثة. شفت إعلامي بعد بس طلع قال إن لا يصح إن الحكم تحت أي ظرف يطلع يقول بس ويدخل في تأويلات وملاسنات وحتى نوع من أنواع الرد والشد والجذب. نفس الإعلامي بعد ما إبراهيم نور الدين طلع قال أصل هو ما اتكلمش في أمور فنية، وقال لي أنا ما اتكلمتش في أمور فنية، أنا طالع بتكلم في فكرة إن حد أساء ليا وأنا معاه إن هو يرد. إحنا إيه؟ إحنا القصة كمل ازدواجية المعايير ده عايز يوصل لإيه؟ يا جماعة محتاجين نقف وقفة، لأن اللي هيعالج اللي في الملعب هو إن إحنا نقف ونشوف إن التحكيم رايح لحتة وحشة جدا. ومناسبة التحكيم وبمناسبة التصريحات، تعالوا نسمع كابتن سمير عثمان قال إيه ونرجع لا جمال الشريف. لا كابتن سمير عثمان لأن الفيديو التاني مش جاهز. تمام. نطلع نعرف. هنا لعيب نادي سموحه ناجح انه يلعب الكره، بعد كده هنلاقي قدم لعيب نادي الزمالك حتى لو لمست الكره داست على قدم لعيب سموحه منعته حتى انه يحاول يرفع رجله. ركله جزاء سهله كان لازم حكم المباراه يحتسب. انا من وجهه نظري النهارده بريمير لو كان حسب الكره دي كان دخل التاريخ، اول ركله جزاء في خلال 13 ثانيه وسهله. ابراهيم ما حسبلهاش ليه؟ الاجابه عنده هو فقط او اي عد عند حد تاني يشرح لنا لعبه غير دي. احنا لو نجيبها من الطبيعي طبعا واضحه، لعيب سموحه لعب الكوره، لعيب الزمالك داس على قدمه، ركله جزاء سهله. الحاله الثالثه تحرك ممتاز من ابراهيم نور الدين ثم احتساب ركله جزاء. لو الكوره جت في ايد لعيب نادي سموحه نمشي مع حكم مباراه ركله جزاء. اول حاجه هنا حكم ارتكب خطا، اول خطا طبقا للخبرات بتاعت ابراهيم عاليه جدا، يتاخر بس في الصفاره. صح عندك كده حاجه كابتن ايمن؟ لا افرض ما كانتش بينالتي بضيع فرصه للزمالك ولا ايه؟ بالظبط كده، ولو اتاخر شويه للصفاره هيشوفها جت جول اوكي، ممكن يرجع لمراجعه الكوره في الفار. اللي انا شايفه هنا الكوره ما جاتش في ايد لعيب نادي سموحه، يعني ايديه ممدوده بس الكوره ما جاتش، والدليل على كده مكمله التاخير اللي حصل في دماغ لعيب نادي سموحه. طب حكم الفار نداه وجاب له زاويه رؤيه، كذا زاويه رؤيه، طبعا هنا دي ما تقدرش تقول هنا فيها ركله جزاء ولا من الصوره دي، لكن مصطفى مدحت بصراحه جاب له صوره ممتازه. اللي احنا شايفينها الكره مكمله، مفيش اي يعني من وجهه نظر مفيش اي لعب ان الكره لمست في ايد لعيب نادي سموحه، والله لمست ايده مكبره جسد تمشي بركله جزاء، انما الصوره اللي انا شايف هنا لا توجد ركله جزاء. واحيي تاني مره مصطفى مدحت حكم الفار انه يستدعي الحكم في اول لعبه ويرفضها. تاني حالة اللي هي بتبقى صعبة بالنسبة للحكم الفار انه يستدعيه، انا شايف يعني ابراهيم عنده اداء احسن من كده بكتير، ناس يختلفوا معايا بس انا بحكي صورة، عمل مباراة ممتازة في تونس بس النهارده لا، انا شايف ابراهيم عنده حاجات اكتر من كده كتير. انا بس بطلب من الحكام كل حكم لازم يحكم اي مباراة لازم يبقى اناني، فقط اناني لاسمه بس. بس بحيي تاني حكم الفار، حكم الفار نجم اللقاء بالنسبة لي. يعني انتوا متخيلين يا جماعه كلام كابتن سمير عثمان ده؟ لو حد فعلا بيحب نفسه هيفرح بالكلام ده، لان اولا التحليل الفني كابتن سمير عثمان اتكلم بوجهه نظر موضوعيه ومقنعه جدا بالنسبه لاي حد. كمان لما الراجل وجه قال انا عايزك تبقى اناني. اناني يعني يا جماعه؟ يعني تخاف على نفسك في اللعبه، يعني اللعبه اللي هي فيها شك بنسبه 90% رايح لاتجاه ان هي فيها ركله جزاء لسموحه او ما فيهاش للزمالك، الطبيعي ان انت تعمل كده. اللي مش طبيعي هو العكس. وللامانه انا كان حاجه بالنسبه لي، وانا عايز اقف مع كابتن سمير عثمان واكد واشد عليه في الكلمه دي وابقى معاه في نفس وجهه النظر، مصطفى مدحت
جماعه مصطفى مدحت حكم الفار ده هو اللي كان حكم مباراه المقاولين السنه اللي فاتت، وكانت من اسباب ضياع النادي الدوري على النادي الاهلي في شده حسام حسن وعدم طرد النادي المقاولين السنه اللي فاتت ولعبات كتير والمقاولين في الكاس حتى قلنا حاجه لا تصدق. تخيلوا يا جماعه لما يوصل ان مصطفى مدحت اللي احنا هنا كل حلقه كنا يا جماعه ده السكريبت مصطفى مدحت معانا، يبقى عمل كارثه مع النادي الاهلي. مصطفى مدحت ده اللي يبقى كلامه مع ابراهيم نور الدين ان اللعبات دي مستحيل تتعمل كده، وعشان كده انا قلت اطالب واتحدى ان الحوار اللي دار ما بين مصطفى مدحت وابراهيم نور الدين يطلع، والله العظيم عمركم ما هتسمعوا. ابراهيم نور الدين معلومه مؤكده لا يستمع لحكام تقنيه الفيديو لو كانوا اقل منه خبرات، معلومه مؤكده. ابراهيم نور الدين بيتعامل ان هو احد نجوم لاعبي او لاعبي النادي الاهلي ونادي الزمالك، هو حاطط نفسه في المكانه دي، فما ينفعش حكم تقنيه فيديو يجي يكلمني اصلا في خطا ليا. ابراهيم نور الدين نفس الخطا ده في نفس المنافس الزمالك وسيراميكا كليوباترا الموسم الماضي، استدعاه حكم الفيديو لاحتساب ركله جزاء لصالح سيراميكا كليوباترا في الشوط الاول الدقيقه 11 تقريبا، راح ورجع وما حسبهاش. سبحان الله فوارق غريبه جدا يعني. الزمالك سجل بعدها 3 اهداف، سيراميكا رجع في الشوط الثاني بهدفين واهدر يعني عده اهداف، والزمالك في مباراه سموحه ايضا سجل 3 اهداف وسموحه رجع بهدف واحد فقط لا غير. فابراهيم نور الدين ما بيسمعش لتقنيه حكم الفيديو لانه بيشوف ان انا اكبر من اني صحح لي حكم فيديو، مش شايف ان هو حكم مساعد ليه، شايف ان انت ازاي تكلمني وانا ابراهيم نور الدين في اخطاء داخل المباراه. ده موضوع صعب جدا، بدليل ان الاخطاء اللي تواجدت في المباراه ابراهيم نور الدين لما حط معيار، حط معيار الكابتن جمال الشريف وقال ان ده خبير تحكيمي، وبرغم دفاعه ان هو ما اخطاش، تعالوا نسمع بقى الكابتن جمال الشريف بيتكلم عن ركله جزاء حسام حسن في الدقيقه الاولى من مباراه الزمالك وسموحه ازاي، بما ان اللي استشهد بيه ابراهيم نور الدين. حسام حسن استطاع ان يلعب الكره بطريقه سليمه وبشكل مبكر وبفاصل زمني جدا جدا قليل، فيما محمد عبد الغني ذهب خاطره فقام بعمليه لعب الكره من فوق الكره باسفل القدم، وبالتالي وصل الكره بعد ان لعبها حسام حسن. بعدما ان لعبها حسام حسن وصل الى الكره فغمزها، حول جزء من مسارها كانت ذاهبه باتجاه خارج منطقه الجزاء، تحولت تقريبا باتجاه خط المرمى، وتابعت القدم باعتبار اللاعب محمد عبد الغني لعب الكره باسفل الحذاء من فوق الكره، فلن يستطيع هنا ان يقوم بعمليه ضبط او فرمله لقدمه، فقدمه القدم ذهبت باتجاه وجه قدم حسام حسن. انا اعتقد ان هذا ركل. انا عايز اناقشك في دي يا كابتن جمال، عايز اناقشك في دي. يعني حسام حسن وصل للكوره قبل محمد عبد الغني، وبعدين محمد عبد الغني لمس الكوره، لمس الكوره بعد حسام حسن، بس عبد الغني لمس الكوره وبعدين حصل الداس على رجله. يعني هو يعني المدافع وصل للكوره فعلا قبل الخطا او قبل الركل. هو لمس الكوره، المسافه جدا قصيره جدا قصيره، تمام. يعني لا تكاد تحتاج الى تدقيق شديد للغايه. المشكله بانه هو اللاعب محمد عبد الغني ذهب الى الكره من اعلى الكره، حاول ان يلعب الكره باسفل قدمه، تمام. هنا وضع نفسه في مجال مخاطره. يضاف الى ذلك طبعا هنا لا يمكن حتى ان لعب الكره فلا يمكن له ان يقوم بعمليه سيطره على حركه قدمه الى الاسفل، وبالتالي عمليه الدهس على وجه قدم المنافس حسام حسن. يعني القرار ايه يا كابتن جمال؟ القرار ايه في الكره دي من وجهه نظر؟ انا اعتقد بان القرار يجب احتساب ركله جزاء لصالح فريق سموحه، وهناك مخاطره من لاعب الزمالك بلاعب الكره بهذه الطريقه وتاخره بالوصول للكره. كلام واضح، لان بعض يعني زملائنا في قنوات فضائيه اخرى تحدثوا عن جمال الشريف ان هو قال مفيش ركله جزاء لنادي سموحه. الكابتن ابراهيم نور الدين استشهد بالكابتن جمال الشريف، الكابتن جمال الشريف قال بوضوح الكره ركله جزاء، حاول يصعب الامر شويه ولكن قال ان حسام حسن لعب الكره ولم يتعرض لمحمد عبد الغني، محمد عبد الغني حاول يلعب الكره باسفل الحذاء وبالتالي ضغط على قدم حسام حسن، وهناك دعس وهناك خطا وهناك
ركله جزاء. عجبني جدا في الكابتن كريم حسن شحاته ان هو دخل في ديبيت مع الكابتن جمال الشريف، لان الكابتن كريم حسن شحاته من وجهه نظره كان شايف ان الكره دي مش ركله جزاء، فالموضوع طول شويه. لكن الكابتن كريم حسن شحاته في الكره اللي الجميع شافها مش ركله جزاء، حتى احمد سيد زيزو نفسه اندهش ابراهيم نور الدين صفر ليه، لما الكابتن جمال الشريف قال في لمسه يد على صوره، الكابتن كريم حسن شحاته لما يدخل معاه في اي ديبيت او اي جدال او يوضح له من اكثر من زاويه. الحقيقه انا نفسي اعرف ازاي الكابتن جمال الشريف والكابتن كريم حسن شحاته شافوا ان في لمسه يد على مغربي، ده زيزو نفسه اندهش، ده الزملكاويه نفسهم اندهشوا، ده الكابتن ايمن يونس نفسه اندهش وقال هو استعجل الصفاره ليه، افرض ما كانش ضربه جزاء. وانتوا عارفين لما الكابتن ايمن يونس اللي طلع وقف يعني جنب الكابتن احمد الشناوي يجادله في ركله الجزاء ويشبهها له، لما يقول الكلمه دي تبقى انت فاهم القصه عامله ازاي. لما بتجات نادي الزمالك تتحدث ان الكره مش ركله الجزاء تبقى القصه عامله ازاي. فالكابتن كريم شحاته دخل في جدال مع الكابتن جمال الشريف في ركله الجزاء واضحه لم يختلف عليها احد، مفيش حكم قال على الكره دي مش ركله الجزاء. ادي اللي استشهد بيه الكابتن ابراهيم نور الدين، قال ان انت اخطات يا كابتن وان الخطا ده ما ينفعش يطلع من حكم كبير الا اذا كان في اهواء او كان في بعض الحاسه او الحساسيه مع حكام تقنيه الفيديو. في كم مفارقات في الكلام اللي احنا قلناه ده غريب جدا يا جماعه. كابتن ايمن يونس وصل بيه الامر ان هو مستغرب، صفحات زملكاويه، مصطفى مدحت اللي احنا بنقول بيعمل كارثه ضد النادي الاهلي وصل ان هو مستغرب ابراهيم نور الدين. بس طب هنقول كابتن جمال الشريف وكابتن سمير عثمان ماشي ده طبيعي، انما احنا بنقول لكم مفارقات غريبه. في مفارقه ثانيه، كابتن جهاد جريشه نفسه اللي احنا بنقول كذا وبنختلف معاه كتير جدا، الراجل شاف لا يعني مش كده مش كده، في حاجات انا مهما كنت بقول او مهما كنت بختلف او مهما كنت بسير جدل تحكيمي دي ما تنفعش، دي انت لو قلتها كده مش هتاخد مني راي بعد كده. فانتوا متخيلين، تعالوا اسمعوا كابتن جهاد جريشه وهو قال اسوأ من اللي قاله كابتن سمير عثمان، لان هو وصف حاله التحكيم بالكامل مش حكم وحيد. نشوف الفيديو. النهارده رجعنا 10 خطوات لورا. ليه بقى؟ النهارده الدنيا يعني النهارده الدنيا فعلا مش مظبوطه، يعني احنا كنا زعلانين، يعني زعلانين. بتتكلم النهارده على مباراه الزمالك ولا على الجوله دي بشكل عام؟ لا على ماتش الزمالك وسموحه النهارده، يعني الجوله ما يعني. طب ليه رجعنا 10 خطوات يا كابتن؟ حتى لو في اخطاء حكم ليه نرجع 10 خطوات اذا كان في ناس طالعه؟ ما هو انا كابتن، ما هو انا كابتن بتتكلم في ماتش كبير زي ماتش الزمالك وسموحه النهارده. كابتن استاذ محمد بيتكلم في ماتش كبير وحكم كبير مش حكم صغير اللي موجود، انت بتتكلم على حكم ابراهيم نور الدين له اسمه حكم كبير في موجود في مصر. فبتتكلم النهارده يعني لا ما ينفعش بالمنظر ده احنا كمنظومه تحكيميه نشوف المنظر ده في التحكيم المصري. كل الناس النهارده بتخالف مختلف انتماءاتها بتتكلم على التحكيم النهارده سواء اهلي سواء زمالك بعد المباراه دي. اه دي حقيقه، سواء احنا كناس مسؤوله في او موجودين في التحكيم، الناس المسؤوله في التحكيم هتتكلم عليها. مصر كلها بتتكلم النهارده على المباراه وتحكيم المباراه، محدش النهارده بيتكلم في حاجات فنيات في المباراه، كل النهارده بيتكلم على التحكيم. وبالتالي عندنا مشكله، عندنا مشكله النهارده، مشكله كبيره في التحكيم في الماتش النهارده. اللعبه على فكره الاولانيه دي يا استاذ محمد بنالتي سهل يتحسب بتاع سموح، وجالها على فكره في الفيديو تيست اللي هتلاقيه ابراهيم حل زيها 10 مرات العاب نفسها بتحسب ركله جزاء وبيجاوبها صح. فاللعبه دي جات لك في فيديو تيست 5000 مره بالمنظر ده، فانت اكيد انت شفتها مره واثنين و10 و1000. فانا مش لاقي مبرر حتى في الدورات التحكيم او المحاضرات او الكلام ده بتتعرض لعبات زي دي منظر كتير. لعب بنفس المنظر ده نفس الشكل ده بتحسب ركله جزاء، وعلى فكره وبيجاوبها لها صح في الاختبار، لان دي اختبار فيديو تيست. هو نفسه بيجاوب على كره زي دي ان هي بنالتي؟ اه طبعا ابراهيم مش حكم صغير، ابراهيم حكم كبير. فاللعبه زي دي اي حد في الامتحان بيجاوب ان دي بنالتي، لكن في الملعب ما بيحسبهاش. ما اعتقدش ان في حد في العالم كله النهارده هيقول على اللعبه اللي ركله جزاء دي مش ركله جزاء يا استاذ محمد، مش هيختلف فيها. يعني مش هتلاقي حد يقول لك لا دي لا تقبل شك اصلا. لا تقبل الشك ولا حد هيختلف فيها سواء خبير تحكيمي او اي حد بيتفرج على الكوره. كابتن جهاد جريشه اتكلم في اساس اللي احنا بنقوله ان القصه مش حاله، القصه مبدا. قال الناس كلها وكل الناس بتتكلم في قصه التحكيم ما بتتكلمش النهارده في فنيات، ليه؟ لانه شاف الخطا فج. قالك مفيش حد، ما اعتقدش حد في العالم ممكن يختلف على ان القرارات التحكيميه اللي اتخذت دي غلط. اتكلم كمان في فكره ان التحكيم راجع خطوات للخلف. كل ده يا جماعه في مجرد اسبوع واحد بيتلعب او اسبوعين في غياب واحد زي كلاتنبرج. عشان كده الرساله الاهم، الوضع ده استمراره
صدقوني هيودينا لحته وحشه جدا على مستوى مسابقه الدوري، لان فعلا الامور مع كل وقت بتروح لحته أسوأ، بتروح لحته اصعب، بتروح لحته ملهاش تفسيرات خالص منطقيه. كابتن جهاد جريشه قال نقطه مهمه جدا، ان الكابتن ابراهيم نور الدين لما بيجي له فيديو تيست للكره دي لو جات له 1000 مره بيحسبها ركله جزاء. فالموضوع كان صعب، ولكن احنا ما عندناش تصريحات غير الكابتن ابراهيم نور الدين وخبراء التحكيم، لكن الزميل ابراهيم فايق يعني اعلن على مسؤوليته الشخصيه انه تواصل مع الكابتن توفيق السيد وكان له تصريحات بالتاكيد هيكون لنا واقفه معاها، فنسمع الكابتن او الزميل ابراهيم فايق ونرجع نعقب. كابتن توفيق السيد نائب رئيس لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم قال لنا كالتالي: واحد، تم ايقاف ابراهيم نور الدين لاجل غير مسمى بسبب اختراقه التعليمات وقيامه بتصريحات تلفزيونيه. ممنوع اي حكم يقوم بتبرير اي خطا او ظهور في لقاء تلفزيوني للحديث عن حالات المباراه. مده ايقاف ابراهيم نور الدين تقديريه للجنه الحكام، وسيكون هناك اجتماع لاتخاذ القرار المناسب، ولكن تم الايقاف وليس مشروط بمده حتى اللحظه اللي بنتكلم فيها. قال لك: نعترف بوجود اخطاء في مباراه الزمالك وسموحه، ولكن ستظل اخطاء الحكام وارده. وقال انه اخطاء ابراهيم نور الدين في مباراه الزمالك وسموحه لم تؤثر في نتيجه المباراه. وقال: ليس عندنا حكم متعمد للخطا في الدوري المصري، ولكن هناك اخطاء وده وارد في كره القدم ولكنها ليست متعمده. وكمان تصريحات الكابتن توفيق السيد لينا قال فيها انه بنرفض تماما تصريحات بعض الحكام السابقين بان ابراهيم نور الدين رجعنا 10 خطوات لورا. وده الحقيقه كان الكابتن جهاد جريشه اللي قال تصريحاته معايا امبارح في برنامج جمهور الثالثه. قال احد المحللين اللي خرج وهاجم ابراهيم نور الدين انه راجع لكذا كذا كذا ال 10 خطوات، تسبب في ايقاف الدوري المصري لمده 90 يوم في لقطه شهيره بمباراه الزمالك ومصر المقاصه، والكلام هنا على الكابتن جهاد. وقال: قمنا بدعم وقتها لانه حكم محترم ونعلم ان الاخطاء وارده. وقال: بنحترم جميع محللي التحكيم ونتمنى دائما ان يكون التحليل ايجابي لصالح الحكام، ولكن هناك البعض يدخل الامور الشخصيه. يعني هو ختم على يعني مسؤوليه الزميل ابراهيم فايق ان البعض بيدخل المساله في امور شخصيه، والحقيقه هو نفسه دخل المساله في امور شخصيه، ولكن قال تصريحات ما ينفعش ابدا 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 من وجهه نظري مسؤول في لجنه الحكام يقول التصريحات دي. خلينا نقول ان هو قال ان الايقاف لاجل غير مسمى، والايقاف مش على الاخطاء اللي حصلت في المباراه، الايقاف على تصريحات الكابتن ابراهيم نور الدين لوسائل الاعلام، وحتى هذه اللحظه يعني لم يتم حسم امر مده غياب ابراهيم نور الدين. اجل غير مسمى دي بالنسبه لي المفترض لا تقل عن شهر ونص شهرين، لكن اسبوع واسبوعين ده مش اجل غير مسمى، عشان بس نكون مبدئيا واضحين وده بدء زي بدء. النقطه الثانيه كلمه ورده تعبت مننا بجد والله، تعبت مننا كلمه ورده لما يقول اه بنعترف بوجود اخطاء بس الاخطاء ورده. ما خلاص تعبنا، تعبنا من كلمة الأخطاء واردة في وجود تقنية الفيديو. ما ينفعش تقول لي أخطاء مؤثرة في نتيجة المباراة تكون أخطاء واردة. آه، ما هو قال تصريح أنا بالنسبة لي أصعب، إن أصلاً ما فيش أخطاء مؤثرة في نتيجة المباراة. إيه الحكاية؟ ضرب الجزاء لسموحة، الزمالك جاب 3 والنتيجة 3-1، بقت النتيجة 3-2. ده كلام طبعاً كنا بنقوله زمان قوي 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 من قبل أصلاً يعني ما نبدأ نشوف الأخطاء الواردة دي، لأن في حاجة اسمها ركلات او اخطاء مؤثره في سير المباراه، في سير المباراه. يعني انا دلوقتي فريق نازل اول دقيقه عند ركله جزاء سجلت هدف، النتيجه بقت 1-0، ده زي ما انا العب 36 دقيقه استشعر ان في حكم مش معايا، لا ده ضدي. لما تيجي دلوقتي تحط لعيب سموحه في اول 36 دقيقه تحديدا، اول دقيقه ركله جزاء واضحه لم تحتسب، الفار استدعى حكم الساحه مش حاسبها. بعد كده ركله جزاء وهميه يصفر حكم الساحه ويحتسبها، وساله زيزو كويس قوي الحوار اللي دار بينه وبين مغربي، قال له وصفر ليه؟ زيزو قال المغربي وصفر ليه؟ فيطلع ابراهيم نور الدين بعد استدعاء مصطفى مدحت ليه يرجع يحسبها ركله جزاء. هنا ما ينفعش اقول اخطاء مش مؤثره، انت هنا بتوصل رساله للاعيب سموحه الماتش ده انتوا هتخسروه، هتخسروه ذوق، هتخسروه عافيه، هتخسروه تحكيم، هتخسروه. انتوا بالنسبه لي نازلين الماتش
خسرتوا المباراة، فما ينفعش يا كابتن توفيق مع كامل احترامي ليك تيجي تلعب لعبة الأرقام وتقول أصل النتيجة 3-1 وضربة الجزاء لو كانت دخلت بقت 3-2 فأصبحت الأخطاء غير مؤثرة في نتيجة المباراة. حضرتك تقول الكلام ده لما يكون جاي يتم استدعائك كمحلل في استوديوهات تحليلية مكان أي خبير تحكيمي أو مع أي خبير تحكيمي، ووقتها برضه هنطلع نقول لك إن رأيك ده رأي خاطئ تماما لأن الأمور لا تحتسب بهذه الطريقة. فدي نقطة لازم نقف عندها. غير متعمدة ماشي، احنا ما بنشككش في حد، ولكن يعني هنفضل لحد امتى نقول غير متعمدة ورد. ونفضل لحد امتى نقول وردة، ولحد امتى نقول ما بنشككش في حد. النقطة الأخيرة بقى وهي نقطة كارثية بالنسبة لي، نقطة كارثية، تحميل جهاد جريشة إيقاف الدوري 90 يوم. فالمفترض انت ما تتكلمش يا جهاد، يا كابتن توفيق ده في مباراة حضرتك اديت فيها وقت ضيعت 20 دقيقة، يعني ايام ما كان الدقيقتين وقت بدل ضايع زي الفل قوي، ايام ما كانش في خط احمر، يعني القصه صعبه جدا. فتيجي تتكلم عن جهاد جريش، طب وما اتكلمتش ليه عن كابتن جمال الشريف؟ ما اتكلمتش ليه عن كابتن سمير عثمان لما قال له خليك اناني؟ ما اتكلمتش ليه؟ انا واثق انا عارف وانت ما اتكلمتش ليه عن دول، اتكلمت عن جهاد جريشه لان انت وانت بتقول جهاد جريشه بيشخصن الامور، انت شخصنت الامور مع جهاد جريشه. والحقيقه انت دونا عن اخطاء جهاد جريشه كلها لم تتذكر غير خطا الزمالك ومصر المقاصه، اه اصل هو الخطا كارثي تمام، وخروج النادي الاهلي امام بيراميدز من الكاس بسبب اخطاء كارثيه اعترف بها جهاد جريشه نفسه، دي مش اخطاء كارثيه؟ احتساب ركلات جزاء للزمالك امام بيراميدز خطا كارثي، عدم طرد طارق حامد امام بيراميدز خطا كارثي، اشمعنى الخطا ده بس يا كابتن اللي بروزته؟ اصل هو انا قلت ده الخطا اللي تم ايقاف الدوري بعد 90 يوم، بس الحقيقه يا كابتن لو اخطاء الحكام هي اللي بتوقف الدوري كنا شفنا الدوري اتوقف بعد اخطاء جهاد جريشه مع الاهلي، اخطاء جهاد جريشه مع الاهلي وبيراميدز، اخطاء جهاد جريشه مع بيراميدز والزمالك لصالح الزمالك كنا شفنا القصه دي. لكن انت عارف كويس قوي ان اللي اوقف الدوري مش جهاد جريشه ولا خطا جهاد جريشه، ده شخص كان عنده القدره ان هو يضع اتحاد كره القدم تحت ضغط ايقاف الدوري ويروح له رئيس الاتحاد لحد عنده ولحد النادي يستسمحه ان الدوري يرجع. فدي مغالطه مش هنقبلها كابتن من شخص مسؤول داخل لجنه الحكام. هو المبدا نفسه بيعكس اللي احنا عمالين نقوله، ان يا جماعه القصه سايبه، انت متخيل حكم بيطلع يقول تصريحات ويطلع نائب رئيس لجنه الحكام يقول تصريحات وده يرد على ده وده وده اصلا انت بتدلل ان مش رجعنا 10 خطوات لورا، ده احنا رجعنا 100 خطوه لورا، ده انت هتخليها حقبه ما قبل كلاتنبرج. هو في كده؟ هو في ناس في الدنيا في سياق زي ان حكم عندك طالع يرد، فانت طالع تقول اصل هو غلطان في كذا بس جت جريشه كذا والراجل وقف كذا، ده احنا لما نيجي نعاير بعض ده لا شغل احترافي وانا مش بلوم عليك، انت مفترض ما تبقاش موجود في المكان ده، انا بلوم على اللي حطك انت في المكان ده، لان تاريخيا انا مش من الحكم اللي سايب ذكرى، مش من الحكم اللي هو ليه سي في قوي، انت موجود في مكان طبيعي ان انت تطلع تعمل كده وطبيعي تبقى دي نوعيه التصريحات وطبيعي تغلط الناس. وما قلتش ليه ان لما يجي عندك مباراه زي المحله في الدقيقه 4 المحله بيسجل فبيكسب الزمالك 2-1 سموح بتكلم على مين فاركو سجل شكري نجيب في الدقيقه 6 المباراه اتفتحت وخسر الزمالك ب3 على الجانب الاخر في مباراه كبير جدا انت عايز تعلمنا كره قدم من منظورك وبتبرر خطا. طب انا عايز اقول لك حاجه، كلامك اسوأ 100 مره تخيل من ابراهيم نور الدين، انا بالنسبه لي والله العظيم كلامك اسوأ لان انت طلعت حتى الراجل قال وجهه نظر فنيه، انت فاهمني يا اسامه؟ هتيجي مثلا تقول ابراهيم نور الدين شايف غلط، هو شايف غلط بغض النظر كلنا مختلفين معاه بس هتقول ان هو شايف غلط فنيا، انما لا ده انت طلعت بقى تقول رغم ان انت شايف ان قرارات ابراهيم نور الدين غلط بس ما اثرتش في المباراه عشان النتيجه، ده انت بتقول حاجه اسوأ. طب هو عنده مبرر انه شايفها غلط في الملعب، انت ما عندكش مبرر اللي انت قلته خالص يا جماعة. هو عنده مبرر ابراهيم نور الدين، هو بيدافع عن نفسه وعن اخطائه الكارثيه طبعا. فالمفترض انت كمسؤول ما عندكش المبرر ده. هو في مسؤول يتحلى بلفظ المسؤوليه يطلع يقول التصريحات دي؟ وعشان كده عايزين نختم معاكم باهميه، نختم معاكم الفقره طبعا باهميه قصه الخبير الاجنبي، لان في بعض الكلام اللي ممكن وانت بتسمعه يخليك تقلق كتير جدا خصوصا مع الاخطاء التحكيميه. نسمع كابتن مدحت شلبي قال ايه عن الخبير الاجنبي ونرجع معاه. قبلت الاستقالة حسبما أعلن اتحاد الكرة، وأيضا يبحث اتحاد الكرة الآن عن خبير أجنبي جديد للتطوير. لكن الغريب في الأمر أنه طبعا رئيس رابطة الأندية تحدث عن أنه بيقول لاتحاد الكرة
بعض النقاط المهمة جدا، من ضمنها عينوا خبير أجنبي لإدارة التحكيم في مصر. هقف هنا بس وقفة صغيرة خالص، طبعا كل الاحترام له ولرابطة الأندية، لكن التحكيم هو تابع بشكل نهائي لاتحاد الكورة وليس لرابطة الأندية أي دخل من قريب أو من بعيد كيف يدار التحكيم في مصر. صحيح هي ممثلة للأندية أنا عارف، لكن في نفس الوقت هي لا تملك أن هي تدي تعليمات أو توجيهات لاتحاد الكورة في أمر يخص اتحاد الكورة. دي مسألة مفروغ منها، الجميع يعلمها تماما. الأمر الثاني، وأنا هنا ما بعترضش على تعيين خبير أجنبي آخر، لكن هل إحنا عندنا رفاهية الدولار إلى هذا الحد؟ يعني خلي بالك أنه كلاتنبرج كان بيتقاضى 40,000 دولار، تتكلم في مليون وربع مليون جنيه مصري بس بالعملة الصعبة. دول ما بياخدوش بالمصري باي ذا واي، دول بياخدوا بالأخضر، أخضر بياخد أخضر دولار. اتحاد الكورة عنده هذا الخبير الإنجليزي، عنده مدير فني منتخب أول فيتوريا طبعا وجهازه، وعنده ميكالي المدير الفني منتخب الأولمبي، ودول معاهم جهاز أجنبي دول ودول. أعتقد بيكلفوا الاتحاد يعني مرتبات 270,000 دولار أو 271,000 دولار بدون الضرائب، بدون الضرائب. شوف الرقم عامل ازاي، 271,000 دولار وضريبهم حوالي 40% بيسددها اتحاد الكورة، رقم كبير. هتهلك الكرة المصرية لو احنا بصينا من المنظور ده. انا مستغرب اولا التوجيه كله في الرأي لاتجاه واضح وصريح، هو محاولة ابعادك عن الخبير الاجنبي، وكأن الناس كلها بتحب تتطور وفي رأي هنا لا احنا ما نتطورش، لان التطور ده ربما يتبعه ان اداء تحكيمي افضل زي ما شفنا في وجود كلاتنبرج. ولكن بالنسبة لي يا جماعة انا شايف ان دي نظرة اعلامية قاصرة جدا لحتة معينة، وهي الخبير التحكيم الاجنبي ده في حجم صناعة كرة القدم عندك ايه؟ هياخد كام؟ متوسط اللي هياخده على مدار السنة حوالي 200,000 دولار شامل رواتبه وممكن انتقالاته او اي حاجه، 240,000 دولار لو حسبنا 20,000 دولار، مع ان اللي هيجي هيجي براتب اقل. ايه ده في حجم صناعتك؟ انت عارف حتى في الانديه المتوسطه او في انديه اخر الجدول الرواتب او قيمه التعاقدات بتاعه اللعيبه الاجنبيه كام؟ طب ثانيه واحده، الاهم كمان ما بنبصش للدول اللي بتنافسنا رياضيا واللي احنا عندنا عراقه وعندنا تاريخ وعندنا ارث ككره قدم مصريه وعندنا جزء من القوه الناعمه هو الرياضه المصريه وكره القدم المصريه، بنشوف بيطوروا ازاي؟ بنشوف بيجيبوا محترفين ازاي؟ بنشوف بيجيبوا خبراء ازاي؟ على الاقل انت لازم تعرف ان الرقم الضئيل ده في حجم صناعه كره القدم ربما يرتقي بيك لايه؟ لانه بيؤثر على المسابقه كلها وبطل المسابقه وترتيب المسابقه. ففكره اصل انا اوفر واقول اتحاد الكره في المدربين وكذا كذا، فجت بقى على الخبير الاجنبي اللي كل اللي هياخده في السنه 200,000 دولار وبلاشه. نظره غريبه جدا، ونظره اتمنى من اتحاد الكره والمسؤولين سرعه انهاء ملف التحكيم الاجنبي، واتمنى ان احنا ما نشوفش جولات اخرى بدون خبير تحكيم اجنبي، واتمنى تنتظرونا عشان نشوفكم بعد الفاصل وقضيه جديده والاهلي خط احمر. اهلا بحضراتكم من جديد. والاهلي خط احمر، الاهلي خط احمر يعني الاهلي بيكون حريص تماما تماما على مبدا تكافؤ الفرص. الاهلي خط احمر مش معناه ان الاهلي عاوز يكون ان هو يتعامل معامله مختلفه عن باقي الانديه، ولا في نفس الوقت عايز نادي يتعامل معامله مختلفه عن باقي الانديه. هو ده اللي دايما النادي الاهلي كان بيتكلم فيه، لما كان بيتكلم في اخطاء تحكيم كان بيتكلم عن تحسين منظومه التحكيم، لما كان بيتكلم ويقول عايزين نسمع مدار ما بين حكم الساحه وحكم الفيديو. الناس سخرت من القصه دي، فنكتشف ان في كاس العالم انديه يتم اعلان ذلك داخل ارض الملعب من حكم الساحه، ايه اللي دار ما بين حكم الساحه وحكم الفيديو. لما النادي الاهلي بيتكلم عن لوائح وقوانين وحقوق قيد، فاكيد النادي الاهلي متضرر. ليه؟ لان النادي الاهلي ملتزم. النادي الاهلي في وقت من الاوقات هو بيقيد لاعبه كهرباء، اتطلب منه 8 ملايين جنيه كاش، اما مش هنسجل كهرباء او هنقيد كهرباء. دفع النادي الاهلي على المقابل ايه؟
كابتن ايمن يونس قال في قناه نادي الزمالك كان علينا مديونيه تفوق ال 30 مليون جنيه، كلمت استاذ عمرو الجنايني قلت له مش معايا ولا جنيه. الامر بيتكرر، ولكن اتحاد كره القدم هذه المره قال بيان في 3 يناير انا مش هايد الا لما الانديه تدفع على كل الانديه. فحصلت ازمه ما بين نادي الزمالك وما بين اتحاد كره القدم، بيانات من هنا، تصريحات من هنا، فيديوهات مصوره من داخل الاتحاد في وقائع هي الاولى في التاريخ، ويتم التناول عادي بشكل واضح جدا، واعضاء اتحاد ومدير تنفيذي بيتصوروا عادي جدا وكان مفيش اي حاجه حصلت وكان الامر عادي ومستباح، وايضا خطابات للفيفا ورد من الفيفا وشان داخلي ولجنه يعني استئناف وتظلمات. وعشان نكون دايما بنتعامل هنا بحرفيه شديده، معانا خبير اللوائح عامر العميره. استاذ عامر اهلا بيك، يعني في الاهلي خط احمر. مش معانا ولا ايه؟ استاذ عامر مش معانا؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك يا استاذ عامر خبير اللوائح. قول لنا بقى القصه بالظبط كده، سؤال مفتوح، انت شايف امر ازمه لاعبي نادي الزمالك الثلاثي وشايف التفاصيل وشايف المفترض الخطوات المتبعه ومدى قانونيتها تبعا للنظام الاساسي لاتحاد كره القدم، منذ البيان الصادر من اتحاد كره القدم اللي بيتكلم فيه عن عدم القيد حتى تحويل الامر للجنه الاستئناف والتظلمات برئاسه المستشار عادل الشربجي. في بداية الموضوع اتحاد الكرة بعت استفسار للاتحاد الدولي. الاستفسار ده يوضح ان اتحاد الكرة محدش قاري ليست النظام الاساسي او ليست اللجان المختصة زي لجنة شؤون اللاعبين. لو هم قاريين اللايحة ما كانش هيبعتوا استفسار. دي أول نقطة. تمام؟ ليه؟ لا لا لا، ما هو مش هنعدي اول نقطه كده. لازم تفهمنا ليه طبعا، لان المشاهد اكيد سمعك بس هيبقى عنده نفس التساؤل اللي انت سالته، ليه مش قاريين اللائحه؟ فاكيد لازم توضح لنا عامر. طيب انا من بدايه الازمه خالص كنت كتبت اللي المفروض مسؤول الزمالك ما عملوش الخطوه الاهم والضروريه اللي هي الاحتجاج امام لجنه الاستئناف على قرار لجنه شؤون اللاعبين. لجنه الاستئناف هي لجنه مستقله منتخبه في اتحاد الكوره. مفروض اللجنه دي اي قرار بيصدر من داخل اتحاد الكوره او الرابطه اي لجنه من لجانهم المتضرر بيرجع للجنه الاستئناف، يعني لجنه شؤون اللاعبين، لجنه مسابقات، لجنه حكام، لجنه مسابقات في الرابطه، مجلس اداره الرابطه طلع قرار، لجنه انضباط، انت متضرر كنادي او كرابطه او كشخص بتروح للجنه الاستئناف. دي لجنه داخل اتحاد الكوره بس اتحاد الكوره ملوش عليها سلطه. هي لجنه تم انتخابها من الجمعيه العموميه. تمام؟ اللجنه دي بتنظر اي حاجه قرار من اللجان دي. فانت ليك مده 10 ايام بتقدم، انت معترض على قرار ما، فالمفروض نادي الزمالك كان استأنف امام اللجنه على القرار منع التسجيل بتاع اللعيبه. هم عشان ما فيش درايه بعتوا للاتحاد الدولي بيسالوه على القيد. فالاتحاد الدولي رد عليهم وقال لهم شأن داخلي. طب استاذ عامر، موضوع لحظه استاذ عامر بعد اذنك استاذ عامر لحظه، يعني هل انت لديك معلومه ان نادي الزمالك لم يتقدم باحتجاج في المده القانونيه حتى 10 فبراير للجنه الاستئناف، ولا بتستدل على ده من ايه؟ طيب هو اول حاجه ال 10 هي مش 10 فبراير ليه؟ عشان 10 فبراير كان يوم جمعه. اللائحه ولائحه الاتحاد الدولي بتقول لك لو صادف اخر يوم في المده القانونيه عطله رسميه بيتم التمديد لاول يوم عمل. فانت المهله بتاعتهم تنتهي 11 فبراير مش 10. تمام. عشان هي تمام. احنا هنعرف قدمه ولا ما قدموش منين؟ مفروض بيروح لجنه استئناف عشان يقبل استئنافك شكلا حاجتين لازم تعمل، التزمت بالمده القانونيه وسددت رسم الشكوى اللي هو في الحالات العاديه 10,000 جنيه. وفي الحالات القيد والتزوير وكده بتبقى الضعف 20,000 جنيه. تمام. المفروض دي لو فاكر وقعه الاسماعيلي مع البنك الاهلي لما احتجوا على المباراه طلع شيك مسدد لرصيد الاتحاد وخد رقم، ولما قدموا الشكوى اتكتب في الوصف بتاع الشكوى التاريخ والفلوس اتدفعت بشيك قد ايه. ده الاثبات. فمفروض اتحاد الكوره هيبقى تظل في خلال ال 10 ايام. تمام. والفلوس اتسددت.
طب لو البندين دول لم يتم الانطباق، الشكوى جت بعد التاريخ ده، هيبقى الاحتجاج تم رفضه شكلا، مش هيتناقش اصلا. انت عشان يتناقش لازم مده قانونيه ودفعت الفلوس. لو ما عملتش خطوتين دول لجنه استئناف مش هتشرع في اللي بعد كده، هترفض شكلا وموضوعا. طب لو سددت في المده القانونيه ودفعت، هيبتدي بقى يخش في الموضوع، فهيتم قبول الشكوى شكلا ويناقش الموضوع بقى المستندات. ده هنتاكد منها ازاي؟ في حاله اظهار المستندات، زائد الميل رد الاتحاد الدولي شان داخلي. الشان الداخلي بس عشان الناس تبقى فاهمه، هو حاله بتبقى ناديين من اتحاد واحد واللاعب من نفس الاتحاد مثلا. ده شان داخلي. الشان الخارجي بيبقى او ذو بعد دولي. اتحاد من الاثنين، اتحادين مختلفين، فده ذات بعد دولي. او اتحادين من نفس الدوله بس اللاعب من اتحاد اخر، فده ذو بعد دولي. طيب مهندس عادل، دي قصه فيما يخص التقدم. في النهايه القصه دلوقتي امام لجنه الاستئناف والمستشار عادل الشرباجي، والاتحاد قال شان داخلي، فكل الامور عندنا دي مترتبه. في جزء جاء في الايميل او بيان الاتحاد ان الاتحاد الدولي قال مراجعه الاجراءات الداخليه. ايه هي الاجراءات الداخليه؟ وهل من وجهه نظرك تم استيفائها من النادي اللي عنده مشكله في القيد ولا ما تمش استيفائها؟ ده سؤال مهم جدا بالنسبه لك. هو مبدئيا قال الاشتراطات اللازمه تكون ايه؟ قبل اغلاق فتره التسجيل، يعني معناها تمت قبل الساعه 11:59 دقيقه من يوم 31/12. الاجراءات دي المفروض الاتحاد ايه؟ طب الاتحاد لما قال لك انا حولت الامر للجنه الاستئناف، معناها بيقول ايه؟ بيان كده منطقيا بيقول لك ان الاجراءات دي ما تمتش، عشان لو هو شايفها تمت فلا هيصدر قرار بقيد اللاعبين. ده حقيقي. طب انا ليه حولت استئناف؟ اللي انا رافض طلبك. متمسك. انت بقى تظلم قدام الاستئناف. انت طلبك مرفوض، ده معنى بيان اتحاد الكوره، بس ما حدش بيحب يقول كده. وقال لك ايه؟ مين اللي هيفحص ويرد؟ المستشار عادل الشرباجي. ده حقيقي. فالراجل لما يفحص ويرد هو بينظر الطعن. طب انت ليه هتطعن؟ عشان انت طلبك مرفوض. ده رد الاتحاد، الاتحاد ما وافقش. طب ما هنا سؤال يا استاذ عامر، انت قلت نقطه مهمه جدا، قلت ان انت المفترض تقدم في الموعد المحدد وهو 10 فبراير اللي صادف يوم جمعه، فاصبح 11 فبراير، ولو قدمت بعد الموعد ده هيتم رفض الطعن او الشكوى او الاستئناف اللي مقدمه نادي الزمالك. على اي اساس دلوقتي سمعنا تصريحات للمستشار عادل الشرباجي رئيس لجنه التظلمات بيقول ان هيتم بحث الامر وهيتم عقد يعني اجتماع للجنه التظلمات يوم الاثنين لدراسه الامر عشان في جمعه وفي سبت اجازه، ده مدى قانونيته ايه؟ والقصه انت شايفها ازاي طالما ده اصلا جه بعد الموعد؟ لا انا ما اعرفش جه بعد الموعد ولا قبل، اللي هيظهر هو الخطابات اللي تم بناء عليها تقديم الاحتجاج، وبالتاكيد في نادي من الانديه 17 المتضررين هيطلب يشوف ده وهيطلب يشوف الشيك بتاع الايداع بحساب لجنة الاستئناف مسدد للبنك باسم لجنة الاستئناف بخصوص قيد ثلاثي الزمالك، في الشيك هيبقى مكتوب كده بالرقم، وده المفروض يبقى خارج من بنك، والفلوس تم ايداعها في حساب الاتحاد. طب هنا نقطة بقى، هنا نقطة. إذا الجزم في الأمر إن نادي الزمالك تقدم أو لم يتقدم ما نقدرش نجزم بيه. ده حقيقي. ده اللجنة بقى اللي هتقرر وهتشوف الورق. بالظبط كده، إذا الأمر خاص بلجنة التظلمات، ولجنة التظلمات لجنة منتخبة مستقلة. بالظبط. صح كده؟ صح. لا يمكن التأثير عليها بأي شكل من الأشكال. لا مفترض وبنسبة كبيرة مش هيتأثر عليها. طيب. بس هي هتحكم بالأوراق اللي هتروح لها. طيب. بعد الحكم بقى. بمناسبة بقى الأوراق وبمناسبة سؤال أسامة، عشان إحنا كده خلاص يعني نظر الشكوى من لجنة الاستئناف ده شيء قانوني وفقا للورق زي ما أنت قلت. طيب عايزين نوضح حاجة أنت كنت اتكلمت فيها عشان الناس تفهم، لان خرج برضو عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم دكتور ايهاب الكومي وبرضو قال نفس الفكره، ان القصه لا تتعلق بمديونيات نادي الزمالك ولكن تتعلق بالرسوم المطلوبه لقيد اللاعبين، وده جزء من اجزاء الاجراءات اللي مش مرتبطه بلائحه اتحاد الكره، ده مرتبطه بان مجموعه اجراءات لازم اي نادي يتبعها عشان يسجل اللاعب بتاعه. وضح لنا القصه والفرق ما بين قصه المديونيات وعدم قيد اللعيب، جاء نتيجه المديونيات ولا جاء نتيجة تحديدا الجزء الخاص بالمديونية؟ طيب. في قيد اللعيبة. طيب الجزء بتاع اللاعبين وقيدهم ده مرتبط بحاجتين بس.
المديونية لا تؤثر على تسجيل اللاعبين في السيستم. وكلام الدكتور إيهاب الكومي صحيح. تمام. إزاي؟ أنت ممكن كنت عملت حاجة تانية. نادي الزمالك مفروض قبل طبقا للقانون اللي هو تنمية موارد الدولة اتحاد اللعبة بيحصل نسبة تنمية موارد الدولة. العقد اللي أكثر من 10 مليون بياخد 10% يتسدد لصالح مصلحة الدراسة ده حصلت اتحاد الكورة قبل توثيق العقود. طب انا عشان اسجلك على السيستم لازم انا اوثق عقدك. طبعا. طب لو المستند بتاع تنميه موارد الدوله محصل لصالح بشيك مقبول الدفع لصالح مصلحه الضرائب قبل 31/12 ها مفروض اتحاد الكره كان سجل. وطب هتقول لي طب هو ليه ما سجلش؟ ما الزمالك ما عملش الخطوه دي وما دفعش كمان ال 3% رسوم القيد. طب انت المديونيه طب ما الانديه الثانيه لا ما هو ممكن كان سجل له ومش هدي لك الكارنيه غير لما تدفع المديونيه دي حاجه ثانيه. طب هو الشرط الاولاني بتاع التسجيل على السيستم الزمالك دفع النسبه بتاعه تنميه موارد الدوله؟ الزمالك دفع رسوم القيد في اتحاد الكوره عشان يسجل على السيستم ولا في المنطقه؟ انت قبل ما بتروح المنطقه وقبل ما ترفع مفروض العقود على السيستم بتبقى بقدم شيك مقبول الدفع لصالح مصلحه الضرائب طبقا للعقد. يعني مثلا هنقول مثال لو اللاعب بالحجز ده بياخد 10 مليون جنيه مثلا انا بقول افتراض معرفش الرقم فكده مفروض قبل ما توثق العقد يا اتحاد الكوره بتحصل مليون جنيه من نادي الزمالك عشان 10% من نادي الزمالك تاخد 10 مليون جنيه دول باسم مصلحه الضرائب. دي اول خطوه اتعملت. تمام. من اي نادي من اي نادي من اي نادي ده اجراءات متبعه مع اي نادي. تمام. طيب عمل الخطوه دي وابتدى يسجل المنطقه بتراجع قبل ما بيرفع السيستم بيطلب منك ثاني 3% اللي هو رسوم القيد زائد 14% قيمه مضافه على 3% اللي هي الاجمالي هيبقى 4.25% دول لصالح اتحاد الكوره. دول مجرد ما الاتحاد بياخدهم بيختم بيك العقود وبيدوس ايه؟ اكتب. طب انت عشان كنت تاخد كلمه مقبول اللي هي اللون البرتقالي لازما كنت تبقى دافع ايه؟ تنميه موارد الدوله. انت شرحتها بالظبط. تمام. ولما تدفع اللي هي الاربعه الا ربع يدي لك ايه؟ الابروف اللي هو الاخضر. تمام. ده اللي من الاتحاد مش من المنطقه. طيب بص يا عم يعني نقطه مهمه جدا، احنا حاليا خلاص في لجنه استئناف بتنظر الشكوى ولجنه استئناف لجنه مستقله. طيب ماذا بعد؟ الا وهو ايه؟ ان الحكم صدر ان اجراءات نادي الزمالك كانت سليمه ويحق لنادي الزمالك قيد الثلاثي. ايه اللي المفترض يكون متبع؟ في حاله ان نادي الزمالك ايضا او لجنه استئناف تم رفض استئناف نادي الزمالك وقالت ان اجراءات الاتحاد كانت سليمه واجراءات نادي الزمالك كان بها العوار او بعض النقص في المستندات مما يستدعي عدم قيد اللاعبين. ايه اللي ممكن يحصل من نادي الزمالك ومن اتحاد الكرة ومن ال 17 نادي اللي موجودين في اطار الدوري العام؟ وهل في انديه اخرى تبع مظله الاتحاد في المسابقه في القسم الثاني او الثالث من حقها الاعتراض على اي قرار يصدر من لجنه التظلمات؟ اول حاجه لو صدر القرار لصالح الزمالك فمن حق لجنه شؤون اللاعبين باتحاد الكرة هي ايضا تقديم استئناف امام المحكمه الرياضيه على القرار اللي هي هتبقى لجنه استئناف رفضت اجراءها وال 17 نادي طبعا المشاركين واي نادي شايف اللي هو تضرر تمام هيطعن على اجراءات اتحاد الكوره بقى هنا ضمنيا في القضيه هو مش بيطعن على الزمالك بس طبعا. انا نادي تم رفض القيد بتاعي عشان 8000 جنيه لو فاكرين المداخله الشهيره بتاعت استاذه ابو الوفاء او التسجيل مع رئيس نادي الزمالك نادي سوهاج نادي سوهاج قال لك انا عندي نادي جايب 8000 جنيه تمام ما سجلش ونادي بني سويف نفس النظام الدرجه الثانيه صحيح اتحرق. طيب انا نادي رحت دفعت نادي الاهلي دفعت 10000 10 مليون جنيه مثلا او 8 مليون طب ما انا ممكن ما كنتش دفعت زي الزمالك وال 8 مليون استعرضت لاعب اخر من سموحه مثلا شريف رضا ده حقيقي ده زي ما استعرضت كذا وكنت اسجل لاعب ثاني نادي زي سموحه انت برضه كان عليه مديونيه كان ممكن ياخد من نادي مثلا زي فيوتشر لاعب صحيح زي طارق طه كان عاوزه
مثلا اعاره ست شهور. احنا هنا بعيدا عن اسماء لاعبين احنا بنتكلم في مبدا تكافؤ الفرص والعداله بين الانديه. طبعا كانت مداخله مهمه جدا، انت وضحت لنا فيها حاجات كتير، بنشكرك كتير عليها وبنشكرك على كمان المعلومات اللي اتيحت للناس فيما يخص القضيه وفيما يخص يا اسامه قرارات الاتحاد. الاتحاد خلاص خد قرار وانا مع الحته دي جدا ان هو تمسك بيه باحاله الموضوع للجنه الاستئناف، وقال نقطه مهمه جدا ان لجنه شؤون اللاعبين تقدر تختصم القرار لان هي اللي اقرت مجموعه من الضوابط التزمت بيها انديه اخرى. اعتقد يعني اكيد استفدتوا معانا زي ما احنا استفدنا. هي نقطه واضحه جدا، في النهايه قرار هيطلع من لجنه التظلمات. من حق الانديه اللي شايفه انها متضرره من وجود عدم تكافؤ فرص انها تشتكي، من حق الاتحاد يتظلم، من حق نادي الزمالك نفسه ان هو لو خد قرار لصالحه ان هو يلجا للاتحاد الدولي، لان الاتحاد المصري لكره القدم مش هيقدر يسجل الثلاثي الا اذا اتفتح السيستم، والمنوط بفتح السيستم هو الاتحاد الدولي لكره القدم. هنشوف الازمه هتصفر عن ايه، ولكن مهم جدا ان كل نادي يكون عليه مديونيات لازم يسددها، وهو ده المطلوب من حيث تكافؤ الفرص. ده المبدا اللي احنا بنتكلم فيه هنا يا جماعه، لان مديونيات الانديه هي اللي بتضمن ان انت لما تكون على مجال واحد لتسويتها وعلى خط واحد من تسويتها، ده اللي يضمن تكافؤ فرص وعداله بين الانديه. زي ما قلنا ممكن انت كنت توجه المديونيه للصفقات، ممكن كنت توجهها لحاجات كتير جدا، فمن اهم اسس اللعب المالي النظيف ان انت يكون بينك وبين جميع الانديه نفس المعايير التنافسيه. قبل ما اختم انا عايز اقول رجعنا برابع عالم للانديه في كأس العالم، أكيد الناس دعمت الفريق وقفت وراه. النهاردة بعد نتيجة سلبية أكيد بندعم الفريق وبنقف وراه، بس عندنا متغيرات كتير حصلت السنوات اللي فاتت كان بيبقى فيها إخفاق في الدوري بعد كأس العالم للأندية وبنتأثر في إفريقيا. رسالتي للاعبين، أنتوا العامل الثابت جنب حاجات كتيرة متغيرة، عليكم مسؤولية إن جمهور النادي الأهلي اللي دعمكم على مدار الفترة دي يستحق منكم كتير وكتير جدا في مباراة أسوان تعبروا فيها عن شخصية النادي الأهلي وتقولوا إن أنتوا قادرين. أتمنى تكونوا استمتعتوا معنا، ويظل دائما النادي الأهلي خط أحمر بمبادئه وبتأثيره.